بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا. جمهور النادي الأهلي العظيم، نحن الآن على موعد مع التغطية الخاصة استعدادا لسفر فريق النادي الأهلي إلى قطر لخوض لقاء السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي. هذه المباراة التي تقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة على استاد أحمد بن علي، ملعب نادي الريان، هو إحدى الملاعب التي تستضيف مباريات كأس العالم، الملاعب المونديالية الموجودة بالتأكيد في الدوحة استعدادا لكأس العالم في نوفمبر وديسمبر من العام القادم. هذا الملعب أيضا استضاف العديد من المباريات في الفترة الأخيرة، تحديدا مباريات كأس فيفا للعرب، وسبق للنادي الأهلي أن افتتح اللعب على هذا الملعب في كأس العالم للأندية خلال العام الماضي، وأداء مباراته أمام بايرن ميونخ بطل ألمانيا في هذه المباراة الكبيرة التي كانت موجودة بالتأكيد في كأس العالم للأندية. بالطبع النهاردة عندنا تغطية خاصة، التغطية ليست فقط في سفر الفريق لكن على مدار الساعة وعلى مدار اليوم تغطية مستمرة، سفر فريق النادي الأهلي ووصول الفريق بإذن الله إلى مطار الدوحة استعدادا بقى، ومن الغد إن شاء الله هيكون أولى التدريبات والاستعدادات لمواجهة الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي. هذه المباراة اللي تغير موعدها أكتر من مرة، المباراة هتتلعب في ديسمبر، لا ممكن تتلعب في فبراير، ممكن نأجلها لشهر 5 السنة الجاية، كانت في مواعيد كتير قوي، والأجندة السنة دي مزدحمة بشكل غير طبيعي ما بين كأس أمم إفريقيا، كأس عالم أندية ومواعيده خلال الفترة اللي جاية، الدوري المصري وازدحام المباريات. المباراة دي خدوا بالكم كانت المفروض تتلعب في شهر 9 اللي فات، لكن من 9 لفبراير لديسمبر إلى أن استقر المكتب التنفيذي في الاتحاد الإفريقي أن هو يحدد هذه المباراة يوم 22 ديسمبر، رغم أن كمان الميعاد المقترح لإقامة هذه المباراة كان يوم 24 ديسمبر. لكن بالطبع الكل بالتأكيد عقب ختام مباريات كأس فيفا للعرب عايز يبدأ بقى مرحلة الأجازة وأجازة الكريسمر. بالتأكيد بنقول لكل الناس كل سنة وانتوا طيبين وسنة سعيدة يا رب بإذن الله، عام 2022 يكون عام خير على الجميع يا رب إن شاء الله. فبالطبع خلاص بقى يعني مع الأجازة اللي في نهاية هذا الشهر والاستعداد لكأس الأمم، فبالطبع خلال الفترة اللي جاية تم الاستقرار على تقديم ميعاد المباراة ويكون يوم 22 ديسمبر يوم الأربعاء اللي جاي الساعة 7 بتوقيت القاهرة. المباراة كمان كانت هتتلعب على ملعب جاسم بن حمد، وده ملعب نادي السد القطري اللي بالمناسبة الأهلي لعب في مباراته مع نهضة بركان العام الماضي، اللي الأهلي سبق فيه الفوز في هذه المباراة بهدفين مقابل لا شيء، وكان الأهلي بالتأكيد هو حامل لقب كأس السوبر الإفريقي. لكن نظرا طبعا للحضور الجماهيري الكبير، وكلنا عارفين جماهيرية النادي الأهلي في الوطن العربي والحضور الجماهيري المتوقع في لقاء السوبر القادم أمام فريق الرجاء، وأيضا كمان فريق الرجاء رجاء العالمي أو رجاء الشعب زي ما بيطلقوا عليه بالتأكيد في المغرب، له أيضا كمان حضور جماهيري. فبالطبع الملعب بالتأكيد كان من الأفضل أن يكون ملعب أحمد بن علي يستضيف هذه المباراة، وده قيمة وتقدير لفريق النادي الأهلي وفريق نادي الرجاء أن لقاء السوبر الاحتفالية الإفريقية تقام على إحدى ملاعب مباريات أو إحدى ملاعب كأس العالم اللي هتنظمها الدوحة في العام المقبل 2022. وبالتالي ملعب أحمد بن علي بيسعى لحوالي 40,000 متفرج. طرح التذاكر خلاص خلال الساعات القادمة، وبالطبع جمهور النادي الأهلي أول ما التذاكر هتطرح أنا متوقع وكلكم عارفين مش هتاخد ساعات، تالتة شمال تم حجزها بالكامل لجمهور النادي الأهلي، تالتة شمال هتكون مخصصة فقط لجمهور النادي الأهلي، أما باقي المساحة في استاد أحمد بن علي فهتكون متاحة لكل الجماهير، سواء الجماهير الأهلاوية أو الجماهير الرجاوية اللي بالتأكيد هتساند فرقتها في هذه المباراة الكبيرة. النهارده الفريق إن شاء الله هيستقل الطائرة اللي هتغادر مطار القاهرة إن شاء الله الساعة 4 بتوقيت القاهرة، وزي ما أنتم بالتأكيد هتشوفوا معانا على الشاشة دلوقتي بعض الماتيريالز وبعض اللقطات اللي بالتأكيد لمغادرة الفريق وسفر الفريق، وزي ما أنتم شايفين معايا على الشاشة أهو سفر الفريق ووجوده حاليا في صالة السفر في مطار القاهرة الدولي واستعدادا للمغادرة. بالمناسبة المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني يمكن استعان حاليا 21 او 23 لاعب، 23 لاعب حاليا موجودين معاه في مطار القاهره الدولي، لان في السبعه الدوليين اللي موجودين بالتاكيد مع منتخب مصر هينضموا للبعثه ان شاء الله باذن الله يوم الاحد عقب اداء مباراه الثالث والرابع ما بين مصر وقطر. ايضا كمان علي معلول هينضم لبعثه النادي الاهلي عقب المباراه النهائيه اللي هتخوض فيها تونس لقاها
الختامي امام المنتخب الجزائري، ونتمنى التوفيق لعلي معلول ان شاء الله. والمعلومات اللي وردت ليا من الجانب التونسي، علي معلول هيكون جاهز للمباراه النهائيه امام الجزائر بنسبه كبيره. هل يبدا؟ هل يشارك في جزء من المباراه؟ ده امر متعلق بقى بالمدير الفني منذر الكباير، المدير الفني للمنتخب التونسي. لكن انا من امبارح بحاول اتواصل مع الجانب التونسي وفي طمانينه ان علي معلول ان شاء الله هيلحق السوبر، وممكن بكره ياخد جزء من مباراه الجزائر. كمان بنتكلم على بدر بنون. بدر بنون كلنا عارفين طبعا المنتخب المغربي خرج مبكرا من دور الثمانيه في امام المنتخب الجزائري، فطبعا يعني المسافه او مساحه الوقت ما بين الخروج امام الجزائر ووصول الاهلي للدوحه كانت حوالي 4 أو 5 أيام. فبالتالي حصل تنسيق ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي مع بدر بنون على انه ينتظر في الدوحه. خد يومين راحه سلبيه 48 ساعه نتيجه طبعا زحمه المباريات وضغط المباريات في كاس فيفا للعرب، وبعدها على طول كان في برنامج تدريبي التزم ببدر بنون وتم ارساله له من قبل الجهاز الفني عشان يلتزم به او يخوض هذه التدريبات الى ان تصل البعثه مساء اليوم وينضم ليها ويكون من الغد ان شاء الله في المران الجماعي مع النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله تكون اللعيبه جاهزه وفي اتم الحاله البدنيه والجاهزيه الفنيه والبدنيه ايضا كمان، ويكون في استعداد لمباراه الرجاء. لكن وانتم معايا على الهواء مباشره القائمه الرسميه للنادي الاهلي اللي هتسافر لمواجهه الرجاء، مش ليست القائمه اللي هتلعب المباراه، دي القائمه اللي هتسافر لخوض المباراه. لان كمان خدوا بالكم قائمه المباراه 20 لاعب لسه لغايه اللحظه دي لا الاهلي ولا الرجاء أرسلوها بشكل رسمي للاتحاد الإفريقي طبعا لضيق الوقت وفي مباريات في البطولة العربية، فتم السماح لهم أن هم يأجلوا إرسال القائمة للأيام القادمة. عشان كده تلاحظوا أن الأهلي مسافر معاه في هذه المباراة 30 لاعب لكن هتختصر ل 20 لاعب. طيب قائمة الفريق بتضم مين؟ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في حراسة المرمى، رامي ربيعة وبدر بنون ومحمود متولي وياسر إبراهيم، أيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني، كريم فؤاد، أكرم توفيق، عمرو السولية، حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد محمود، عمار حمدي، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر وحسين الشحات، لويس ميكيسوني وبيرسي تاو، وليد سليمان ومحمود عبد المنعم كهربا، ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا. طبعا الأهلي كان خاض مباراتين وديتين أمام طلائع الجيش وأمام سموحة، وكان في رؤية لبيتسو موسيماني ان الاهلي يلعب المباراتين دول في نفس توقيت مباريات مصر في كاس العرب، ده عشان تبقى الحاله البدنيه والجاهزيه الفنيه للعيبه كلها تبقى بنفس القياسات اللي بيحددها الجهاز الفني طبعا لخوض المران وخوض التدريبات الفتره القادمه قبل مواجهه الرجاء. الناس وهي بتقرا معايا وتشوف قائمه الاهلي هتلاقي اسم ايمن اشرف. ايمن اشرف يمكن طبعا خرج من قائمه المنتخب في المباريات الثلاث الاخيره خاصه بعد الاصابه اللي تعرض لها في ختام مباريات المجموعات، لكن هناك امل، هناك بصيص من الامل ان ممكن يلحق لقاء السوبر في ظل ان الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني بقياده الدكتور محمد ابو العيله وتنسيق بالتاكيد مع دكتور احمد ابو عبله طبيب فريق النادي الاهلي ان ايمن اشرف بدا الجزء الثاني من البرنامج التاهيلي والجري حول الملعب الكلام ده بالظبط من حوالي 72 ساعة، ده بيدي مؤشر ان ممكن على مباراة الاربع يكون موجود. هل يبدأ؟ هل يشارك؟ ده هيتحدد بكتير قبل يوم الاثنين، لان ده هيكون خلاص التوقيت الرسمي اللي كلا الفريقين سواء الاهلي او الرجاء هيرسلوا القائمة الرسمية للاتحاد الافريقي. الناس تقول لي طب القائمة ممكن تبقى في حدود كام او من ابرز المرشحين؟ ابرز المرشحين مش هنقدر نتكلم فيها لان لسه في تدريبات على الاقل لغايه يوم الاثنين اللي جاي، فبالتاكيد كل يوم الكوره دايما بيبقى فيها جديد، وكل يوم الجهاز الفني ممكن يشوف رؤيه مختلفه عن الرؤيه اللي شافها قبل ما يسافر الى قطر. لكن بالطبع القائمه اللي هيتم اختيارها لهذه المباراه هي القائمه اللي هتكون موجوده على منصه التتويج سواء للميداليه الذهبيه او الميداليه الفضيه، لان دي لوائح الاتحاد الافريقي. وطبعا نتمنى يا رب باذن الله يكون النادي الاهلي على منصه التتويج ويكون بطل كاس السوبر ومعاه الميداليه الذهبيه، وهي خلاص البعثه اهي على بركه الله في صاله السفر زي ما انتم شايفين حاليا اهو بيرسي تاو وعدد من اللعيبه في صاله السفر منذ قليل استعدادا بالطبع بقى للمغادره والسفر الى الدوحه. زي ما بقول لكم ال 20 لاعب اللي هيكونوا موجودين في المباراه هم اللي هيتوجوا بالميداليه على منصه التتويج، لان لوائح الكاس السوبر الافريقي مختلفه عن دوري ابطال افريقي او كاس الكونفدراليه. المسابقات الاخرى القائمه الافريقيه بالكامل ليها الحق ان هي تاخد الميداليه سواء لعب او ما لعبش، لكن السوبر ليه حاله خاصه في اللائحه
ان القايمه اللي موجوده سواء اللي شارك اساسي او على دكه البدلاء فقط هم اللي بياخدوا الميداليه، وان شاء الله باذن الله تكون الميداليه الذهبيه من نصيب النادي الاهلي. قدامنا هو طاهر، محمد طاهر كان في شكوك بفكره ان هو يلحق المباراه والسفر، لكن الحمد لله موجود. بيرستاو ابرز اللاعبين المنضمين للاهلي خلال الفتره الاخيره ومن الصفقات المميزه اللي عملت فارق فني في هجوم النادي الاهلي، وبالطبع يمكن في اهتمام كبير جدا من الصحافه والاعلام في جنوب افريقيا على مشاركه وتالق بيرستاو مع الاهلي خلال هذه الفتره. من الامور الجيده والحمد لله، يمكن ده كان تفكير رائع جدا من اداره النادي الاهلي، ان هم يطلبوا استثناء من الاتحاد الافريقي بحيث ان لقاء السوبر الافريقي مش هيتلعب الا قبل فتره الانتقالات الشتويه. فتره الانتقالات والقائمه الافريقيه الثانيه بتكون من شهر يناير القادم. طيب انت عايز تلعب السوبر الفتره دي، طيب خلاص الدور الملحق الافريقي في كاس الكونفدراليه خلص، دور الابطال والفرق ال 16 اللي تاهلوا لمرحله دور المجموعات اتحددوا، فبالتالي ما فيش اي مباريات افريقيه. ايه المانع ان الاتحاد الافريقي كان يوافق على الاستثناء ده؟ وده كان طلب مشترك ما بين النادي الاهلي ونادي الرجاء المغربي، ان هم يستفيدوا بابرز الصفقات اللي انضمت بعد قيد القائمه الاولى الافريقيه. وبالفعل كان في تجاوب وكان في رؤيه جيده جدا من جانب الاتحاد الافريقي، ووافقوا ان هم يفتحوا القيد استثناء للنادي الاهلي ولنادي الرجاء. وبالفعل الاستثناء وفتح القيد بدا من الامس من خلال السيستم التي ام اس، وتم تسجيل الصفقات الجديدة. ولكن كل نادي له الحق أنه يسجل الصفقات الجديدة بما يتوافق مع لائحة البطولة الإفريقية. بمعنى أن الأهلي مثلا سجل في القائمة الأولى الإفريقية 33 لاعب، من هنا لغاية ميعاد أو لآخر مقعد في القائمة الإفريقية بيتبقى لك 7 مقاعد، لأن القائمة الإفريقية 40 لاعب فقط. طيب أنت بقي لك 7 أماكن، عايز تسجل السبعة قبل السوبر سجل، عايز تسجل 3 سجل، عايز تسجل لاعب واحد فقط سجل. الرؤية هي خاصة بك أنت طبقا لاحتياجات الجهاز الفني، لكن مع شهر يناير القادم لو سجلت السبعة خلاص هنيجي على يناير مش هتسجل أي حد وهتستفيد بالسبعة اللي أنت سجلتهم. عموما الجزئية دي فيها تفصيلة مهمة جدا هبتكلم فيها مع ضيف النهاردة اللي هينورني ويشرفني، الأستاذ كريم سعيد الناقد الرياضي ورئيس تحرير موقع يلا كورة. طيب عايزين نطمن على البعثة ونشوف اخر الاخبار، خاصه النهارده بالتاكيد كان في سفر مباشره الى قطر. اروح الى مطار القاهره الدولي عبر الهاتف مع الزميل العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي، واللي هيكون معانا ان شاء الله خلال الاسبوع القادم بالكامل مع بعثه الاهلي عشان نطمن منه على الاخبار والكواليس واللقاءات الحصريه اللي هيجريها زميلنا كريم ان شاء الله مع افراد البعثه. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد، برحب بيك في البدايه وان شاء الله دايما وشك حلو كده. يعني انا اتذكر السوبر الماضي نفس الاجواء وكانت نفس حضورك برضو في الاستوديو، يا رب ان شاء الله يا محمد تكون الاجواء كده مماثله ونرجع ان شاء الله بيوم 22 بالسوبر اللي يكون في دولاب بطولات النادي الاهلي. خد بالك سوبر ومونديال انديه وكمان دوري ابطال افريقيا، الحمد لله يمكن تجربه مشتركه يعني خلال السنوات الاخيره، فتكون بدايه موفقه ان شاء الله يا كريم باذن الله. ان شاء الله زميلي محمد، والله يمكن كلنا ثقه كبيره جدا في كل لاعبتنا والاداء الحقيقه الفتره اللي فاتت والتركيز الكبير من خلال التدريبات ومن خلال التحضيرات اللي كانت طبعا على المباريات الوديه، خاصه مباراه طلائع الجيش المباراه الاولى ثم مباراه سموحه. يعني نقدر نقول الحقيقه الجهاز الفني في ظل طبعا نقص العدد اللي متواجد وفي ظل عدد كبير من لاعبينا متواجدين في المنتخبات الوطنيه، لكن قدر الحمد لله موسيماني مع الجهاز الفني بالكامل يقف على الحاله البدنيه، الحاله الذهنيه، حاله اللاعبين بشكل عام طبعا على الايام الماضيه وتحديدا في المباريات الوديه. بغض النظر عن النتيجه، المباراه الاولى كانت 1-1، المباراه الثانيه كانت 5-1 مباراه سموحه، لكن الحقيقه لعيبه كان واضح تركيزها الكبير جدا جدا لهذه المرحله. وانت عارف زميلي محمد طبعا مباراه الرجاء تختلف اختلاف كبير جدا عن اي مباراه يمكن النادي الاهلي بيلعبها، لان نادي الرجاء نادي مميز جدا، عنده عناصر مميزه جدا، نادي جماهيري، وشفنا الحقيقه الاداء الرائع جدا لجمهورنا جمهور مصر في المدرجات. هنشوف الاداء ده وهنشوف الجمهور ده لجمهور النادي الاهلي، وده اللي يمكن بنتمناه محمد، يكون جمهور النادي الاهلي سند ودعم حقيقي كعادته زي ما شفنا في كاس العالم وزي ما شفنا الاستقبال واستقبال الكابتن محمود الخطيب. كل الامور دي يعني عندنا معلومات كثيره جدا جدا في حال وصولنا ان شاء الله باذن الله في الثامنه والنصف. عايز ابدا معاك الاول يا محمد، في البدايه احنا متواجدين في مطار القاهره، لعيبه النادي الاهلي بتتوافد لسه في انتظار طبعا وجود الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره ورئيس البعثه، يكون متواجد ايضا في المطار. طيارتنا طبعا هتكون في الرابعه عصرا،
هي 3 ساعات و3 ساعات ونص على ان اتوجه طبعا او نصل مباشره الى مطار حمد الدولي ومنها الى فندق الاقامه. فندق الاقامه نقدر نقول يبعد عن المطار ب 20 او 25 دقيقه، لكن كل الامور بالنسبه حتى هذه اللحظه محمد الاجواء والحاله اللي احنا شايفينها مع اللاعبين حاله مطمئنه جدا. بنتمنى ان شاء الله تركيزنا يكون اقوى واكثر كمان في خلال التدريبات اللي هتكون ان شاء الله بدايه من الغد. طيب لفت انتباهي وانا بقول اسماء اللاعبين اللي في القائمه اللي اختارها بيتسو موسيماني، هو خد يعتبر كل اللعيبه، مفيش غير صلاح محسن لنتيجه ان اصابته هتاخد مساحه من الوقت، لكن لفت انتباهي واكيد انتباه كل الساده المشاهدين وجود اسم محمود متولي، وانا قلت اسيب لك المساحه في الجزئيه دي تحديدا عشان تشرح لي ليه الجهاز الفني او اداره النادي الاهلي فكرت ان يكون محمود متولي موجود ضمن البعثه، خاصه ان هو بالتاكيد لن يشارك في لقاء السوبر امام الرجاء. الحقيقه محمد هو في البدايه هو قرار اكثر من رائع لمجلس اداره النادي الاهلي وقطاع كره القدم بالكامل طبعا برئاسه الكابتن محمود الخطيب. انت عارف طبعا محمود متولي خارج الحسابات الفنيه، لكن يعني النادي الاهلي وراه وهيبقى في ظهره في كل المرحله القادمه. يمكن النادي الاهلي بالفعل قدر ان هو مع الاستشارات الطبيه ومع التنسيق الخاص بطبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله، اللي يمكن كان ليه طبعا وجهه نظر، ويمكن النادي الاهلي كان ليه وجهه نظر ان احنا وجودنا في قطر يكون متولي معانا ويمكن يروح لاكبر المراكز الطبيه في قطر للوقوف على حالته. يمكن هو طبعا عنده عضله اماميه، الناس يمكن اتكلمت على حاجه في العضله الاماميه، الناس اتكلمت قالت لا دي اثرت على الركبه، هل الركبه فيها حاجه؟ لان انت عارف الاصابات المتكرره محمد لما بتكون مع لاعب بتاثر عليه نفسيا بشكل كبير جدا، ويمكن ده اللي احنا لمسناه الحقيقه في مباراه طلائع الجيش. يعني انا كنت متواجد في مباراه طلائع الجيش، ويمكن كان طالع بياكل الحقيقه محمود متولي في المباراه لان عنده باد لك كبير جدا وعنده يمكن سوء توفيق كبير جدا. لكن الحقيقه النادي الاهلي في هذه الخطوه الرائعه والممتازه اللي بنتمنى ان شاء الله باذن الله يكون مردودها كبير جدا على متولي، نقدر هناك ان شاء الله في قطر في المركز الطبي الكبير جدا طبعا اللي بيروح فيه كل نجوم العالم نقف على حالته ونشوف حالته عباره عن ايه. طبعا كمان البرنامج اللي هيتم وضعه بالتنسيق مع الجهاز الطبي احمد ابو عبله وكل الحقيقه الاطباء المتواجدين يكون ليه فايده كبيره جدا فيه. يعني متولي اقدر اقول لك ان شاء الله باذن الله ان وجوده في قطر ووجوده مع بعثه النادي الاهلي نفسيا هيساعده بشكل كبير جدا، وايضا كمان هنطمن عليه طبيا بشكل كبير جدا. ويا رب يا متولي ان شاء الله هو وكل اللعيبه طبعا اللي بتعاني من اصابات الفتره الماضيه تكون متواجده معانا في اقرب وقت ويشاركوا النادي الاهلي في انتصاراته وافراحه في البطولات القادمه. طيب هل الفريق كان في تدريب صباحي في التيتش قبل ما يسافروا ويروحوا لمطار القاهره، ولا البرنامج النهارده للفريق حتى عقب الوصول ممكن يكون في تمرين النهارده في الدوحه؟ لا يعني اقدر اقول لك محمد كان القرار الخاص بيتسو موسيماني طبعا بعد عقد مباراه الامس، يمكن هو اول امس ادى راحه طبعا 24 ساعه ويمكن ادى خلاص للعيبه تتوجه مباشره الى مطار القاهره على ان تتجه الى الدوحه. ما كانش في تدريب النهارده صباح لكل اللاعبين، لكن من الواضح كمان التدريب هيكون غدا يا محمد، لان انت عارف طبعا في فرق ساعه بين مصر وبين الدوحه. احنا وصلنا ان شاء الله يكون على 8:30 او 9 مساء بتوقيت الدوحه، فما اعتقدش ان يكون في اي مجال للتدريب في حال الوصول، لان كمان احنا لسه سامعين اخبار ان جمهورنا متواجد وجمهور النادي الاهلي متواجد وعايز يشوف فرقته. فكل الاجواء دي يعني ان شاء الله يكون ليها مردود كبير جدا، لان النادي الاهلي عندها الرغبه وعندها الحماس وعندها الاصرار، كل ده طبعا لا جدال عليه، لكن الجمهور وهتافه وحماسه ما بيكون متواجد فيس تو فيس مع اللعيبه الامر محمد بيكون مختلف جدا جدا. انت حضرت الامور دي بشكل كبير جدا سواء في بطوله افريقيا او في اي طبعا بطولات، لكن الامر المره دي مختلف بشكل كبير لان كاس العالم كانت فقاعه، المره دي طبعا ما فيش فقاعه فالحضور الجماهيري هيكون كبير، التحرك هيكون كبير. فان شاء الله باذن الله بنامل يكون جمهور النادي الاهلي كعادته هو الداعم الاول والاخير لفريق النادي الاهلي مع التحضيرات الفنيه طبعا المميزه جدا من فيتسو موسيماني وقراءاته اللي بنعمل ان شاء الله باذن الله يكون موفق فيها جدا جدا في مباراه الرجاء، سواء التشكيل الخطط طبعا الهايلايت اللي بيتابع اللعيبه بشكل كبير جدا، ويمكن كمان اللعيبه انت عارف يا محمد اما بيكون متواجد على الطياره كل لعيب بيكون مخصص ليه ان هو يتابع بعض الفقرات اللي يمكن موسي طبعا وكايل سولمون محللي الاداء بيدوها لفيتسو موسيماني وبيحاول ان هو يفرجوهم عليهم، لان طبعا مباراه مهمه جدا ومباراه البطوله مختلفه بشكل كبير جدا عن مباراه الذهاب والعوده، ده وصل للعيبه بشكل كبير جدا. لكن ان شاء الله يا محمد باذن الله صفقاتنا تكون كبيره جدا، وزي ما رفعنا الكاس في البطوله الماضيه ان شاء الله باذن الله يوم 22 نرفع كاس البطوله في الدوحه ان شاء الله. زميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي واللي هيكون موجود مع البعثه خلال الفتره القادمه لرصد الكواليس والاخبار واللقاءات الحصريه مع بعثه النادي الاهلي، كل التوفيق ليك يا رب وكل الشكر ليك وبالتوفيق يا رب لبعثه النادي الاهلي. قبل ما اخرج لفاصل في صوره مهمه جدا عايز اعرضها على كل الساده المشاهدين، لان احنا دايما بنركز على الجوانب الايجابيه، وخدوا بالكم ممكن في بعض الاحداث او في بعض المباريات بتكون في صور سلبيه كتير، لكن لما بنلاقي صوره ايجابيه نمسك فيها وما نسيبهاش. واحنا دايما في قناه الاهلي بيبقى شعارنا دايما بنرفع فيه شعار الروح الرياضيه، شعار الفير بلاي، ودايما بنركز حتى على الترندات الايجابيه. صوره عمرو السوليه بعد لقاء تونس، طبعا سوء توفيق، عمرو السوليه عامل بطوله على اعلى مستوى ولولا الحظ ده يعني كان ممكن عمرو السوليه ياخد احسن لاعب في العالم. لكن الصوره دي مين اللي بيدفع عمرو السوليه وبيحفزه بيقول له ولا يهمك؟ احمد سيد زيزو
لاعب نادي الزمالك. لما بنلعب يا جماعه تحت علم مصر وتحت تيشيرت منتخب مصر، مفيش فرق بين اهلاوي وزملكاوي. اتمنى الكل ياخد العظه من الصوره دي، وان احنا في النهايه كلنا بنلعب باسم مصر. ممكن نتنافس داخل الملعب، الاهلاوي عايز يكسب والزملكاوي عايز يكسب، لكن في النهايه هي كوره، هي رياضه، هي دي الروح الرياضيه. شوف العلاقه بين اللعيبه عامله ازاي في الملعب. اتمنى الصوره دي تكون رساله لكل الجماهير، ويكون ده شعارنا في الفتره اللي جايه، نمسك في الايجابيات دي وما نسيبهاش، لان فين وفين لما بنشوف لقطه ايجابيه زي دي. كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا باذن الله في لقاء الغد امام قطر الساعه 12 بتوقيت القاهره، لقاء تحديد المركز الثالث، وكل التوفيق للاهلي في لقاء الرجاء يوم الاربعاء القادم، لقاء كاس السوبر. ميداليه برونزيه غدا ان شاء الله لمنتخبنا، والذهبيه للاهلي ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل بينضم لي زميلي العزيز الاستاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره، وهنتكلم في تفاصيل مهمه جدا سواء فنيه او حتى خبريه، وهنتكلم ازاي الاهلي بيستعد للرجاء. وما تنسوش كمان بعد المباراه دي بكم يوم في قرعه دوري ابطال افريقيا، وهنشوف القرعه ممكن تسفر عن ايه، هل الاهلي والزمالك مع بعض ولا ممكن القرعه هنشوف فيها ايه تفاصيل خلال الفتره اللي جايه. كل ده ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وما زالت التغطيه الخاصه بسفر وكواليس بعثه فريق النادي الاهلي اللي بالتاكيد هتتجه الى قطر استعدادا للقاء السوبر الافريقي امام نادي الرجاء المغربي. المباراه المقرر اقامتها ان شاء الله يوم الاربعاء القادم الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره على ملعب احمد بن علي ملعب نادي الريان. في هذه اللحظات طبعا بيسعدني وبيشرفني وبينورني الزميل العزيز الاستاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره ومحلل قناه الاهلي، عشان نتكلم معاه بقى على كل الاخبار الخاصه بمباراه الرجاء واخر الامور الخاصه بهذه المباراه الكبيره. استاذ كريم منور الدنيا، وسعيد بالتاكيد ان انت موجود معنا النهارده. ازيك يا محمد، وحشتني جدا، ومساء الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. بالتاكيد لما كنا بنقعد نتكلم مثلا على الامور الفنيه والجزء الخبري، يعني اولا كان بيبقى دايما وشنا حلو على الاهلي، الحمد لله، ده اول حاجه. الحمد لله. والحاجه الثانيه الحمد لله، يعني قدر كان نحاول نقدم النهارده ماده دسمه لكل الساده المشاهدين في يوم اجازه بقى الكل يتابعنا عشان نشوف كواليس سفر البعثه ان شاء الله. انا مبسوط جدا طبعا الخبر اللي انت تناولته في اخر سيجمنت، الصوره بتاعت زيزو وعمرو السوليه اللي امبارح امانه الصوره كانت عامله حاله حلوه جدا على السوشيال ميديا. طبيعي، بص، في بعض المباريات بيحصل اخطاء، يا حتى يعني الناس كانت بتسالني يا كريم انت قلت ان المسؤوليه مش عمرو السوليه ومش مصطفى فتحي، لا يعني في بعض الاحيان ممكن مشكله نص المشكله عند مصطفى فتحي انه عمل فاول على حدود منطقه الجزاء وعمرو السوليه في تقديره الغلط للكوره، لكن انا فكره ان اللعيبه تساند بعض، وفكره كمان لازم نبقى احنا متفقين على مبدا اللي انت قلته ان منتخب بيلعب خلاص مفيش الوان، ما فيش حاجه اسمها ان انت النهارده بتدعم اللعيب بتاع ناديك او لا، يعني الحاله دي اصلا احنا عمرنا ما اتعودنا عليها. وحتى عايز اقول لك حاجه يا محمد، حتى في ماتشات الدوري مثلا لما بنيجي نعقب على اخطاء التحكيم احنا لا 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 ناتي جنب نادي الزمالك، يعني حتى ايفن لو الغلطه في ماتش نادي الزمالك الناس ما تاخدهاش ان احنا بنقول نادي الزمالك عنده مشكله، لا احنا بنقول الحكم هو اللي عنده مشكله، ربما نادي الزمالك استفاد من الخطا التحكيم او العكس صحيح، لكن احنا لازم دايما دايما نبقى فاصلين الامور في ايام المنتخب، معسكرات المنتخب، ماتشات المنتخب، كلنا عايزين منتخب مصر يكسب. اكيد يكسب عن طريق مين مش مهم، مش مهم. يعني الوضع اللي احنا وصلنا له في بعض الاحيان، وربما انت عارف النهارده السوشيال ميديا يعني العدد كبير تقدرش تفلتر الناس والاراء ووجهات النظر كلها متداخله في بعضها، فاهم قصدي؟ فبالتالي لا احنا عايزين نفهم الناس
والمنتخب بيلعب احنا كلنا ولا منتخب، وده الحاله الطبيعيه. الحاله غير الطبيعيه اللي ممكن يحصل عكس كده بالظبط. واي حاجه بقى ثانيه ان احنا نخش في سكه ايه ده مين ده فلان خسرنا ده فلان هو اللي السبب لا ده علام مش عارف لا لا خالص. الموضوع ببساطه ان احنا عايزين فعلا دايما صوره زيزو وهو في ظهر عمرو السوليه في المنتخب هي دي بالظبط. احنا الجمهور زيزو والمنتخب هو عمرو السوليه. عمرو السوليه تعبير ووصف وتمثيل مشهد ممتاز جدا، ان فكره ان زيزو يكون هو الجمهور جميلة جميلة ويكون عمرو السوليه هو صحيح. منتخبنا الوطني صحيح. تمام. طيب هبدا معاك بقى ونتكلم على سفر البعثه. نعم. اولا الفريق هيسافر النهارده الجمعه والمباراه يوم الاربعاء اللي جاي، وكان فكره التنسيق يشوف الاول المنتخب هل مكمل لغايه يوم السبت لغايه اليوم الختامي ولا ممكن لا قدر الله كان خرج مبكرا. ونفس الامر بالنسبه للرجاء، ولو ان الرجاء عنده ظروف مختلفه النهارده هيلعب مباراه في الدوري قبل ما يسافر بكره. صحيح طبعا. بص انا والله انا مشفق على بيتسو موسيماني والجهاز الفني واللعيبه، انت عارف يعني بص الاجنده عامله ازاي. يعني الامور فعلا يعني طبعا بطوله كاس العرب حلوه يعني انا قبل ممتعة جدا. انا قبل البطوله لو هتسالني كان ايه القرار الصح، القرار الصح هو ضرب المنتخب الاولمبي وتسيب اللاعب يعني المنتخب الاول ما يشاركش وتكمل الدوري ويعني توفر شهر من الاجنده بتاعتك. طبعا انت عارف احنا السنه الجايه ان شاء الله عندنا ضغط فظيع، حتى يعني الحاج عامر حسين عنده ازمه للامانه، الراجل فعلا عنده ازمه. الراجل طلع لك انا مش عارف حاجه. فعلا عنده ازمه فعلا، هيعمل ايه يعني عنده مونديال، واعتقد كمان الفيفا بيحط ديدلاين للدوريات المحليه المفروض تخلص تقريبا قبل يعني مثلا 30/8 حاجه قبل كاس العالم 3 شهور عشان ما يبقاش في اي مباريات للاعبين مع قدوم المونديال. فبالتالي طبعا ان شاء الله ممكن نوفره، لكن بصراحه البطوله من رونقها وحلاوتها احنا استمتعنا بالامانه. يعني هو صح. بس النقطه السلبيه الوحيده فيها بصراحه ان احنا خسرنا ماتش السيمي فاينال، كنا ممكن نكمل. لكن نرجع بقى لبيتسو موسيماني، فعلا موضوع شق. انت كنت ماشي بفورم حلو جدا واصل لنقطه يعني كويسه جدا 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 وصلناها في مباراه نادي سموحه، بعد كده الدنيا وقفت، بعد كده انت المفروض النهارده ترجع تشحن اللاعبين من اول وجديد. طب ايه رايك واحنا بنسخن كده بدري بدري معانا مفاجاه لكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا سواء في مصر او المغرب. المدير الفني السابق التونسي الاسعد الشابي، المدير الفني لنادي الرجاء المغربي، واللي كان عامل انجازات طيبه للغايه مع نادي الرجاء، البطوله العربيه، بطوله الكونفدراليه، ولكن طبعا لبعض الظروف للاسف يعني خرج من نادي الرجاء خلال الفترة الأخيرة. كابتن الأسعد برحب بيك على شاشة قناة الأهلي وسعداء بوجودك معانا النهارده في التغطية الخاصة لمباراة الأهلي والرجاء. شكرا شكرا، وأنا فرحان وأني اليوم في قناة الأهلي المصري الفريق الكبير الفريق العريق. تحياتي ليك وتحياتي للأستاذ كريم سعيد ضيفي في هذه التغطية. أهلا بيك كابتن الأسعد. تحياتي لكل شرف. طيب في البداية كابتن الأسعد بالتأكيد أنت مش غريب عن نادي الرجاء وعامل إنجازات ممتازة معهم خلال الفترة الماضية، كأس الكونفدرالية، كأس البطولة العربية، وعلى فرق كبيرة. شايف إزاي هذه المواجهة والفريق اللي أنت خدت معاه البطولات الكبيرة دي عنده مباراة مع الأهلي يوم الأربعاء اللي جاي، توقعاتك شايف رؤية المباراة دي إزاي؟ والله أنت تعرف مباراة النهائي يعني ما فيها أحكام. فريق الرجاء فريق كبير عنده عدة لاعبين، خاصة عنده اللاعبين بتاع المواعيد الكبرى. انت شفت يعني مباراة كأس العرب، مباراة النهائي اللي رغم وأن الرجاء أعطى اللاعب بين مالونجو لنادي الشارقة، يعني ولعبنا المباراة يمكن ب 11 لاعب مغربي، ولكن الحمد لله ضد فريق كبير اسمه الاتحاد جدة وكسبنا المباراة. صحيح. يعني المقابله مباراه الكاس، مباراه نهائي 50-50 50-50. الفريق اللي يعرف كيفاش يحتفظ على المباراه، اللي يعرف كيفاش يستغل الفرص، بما ان باش تكون مباراه ما فيها العديد من الفرص، ربما فرصه ولا اثنين، واللي يعرف يستغل الفرصه يعني يعرف يكسب المباراه. اكيد. طيب هل ممكن سفيان رحيمي ورحيله ورحيل ايضا كمان بالمالينجو ممكن يكون لهم تاثير على فريق الرجاء في لقاء السوبر، خاصه حتى الاضافات اللي ممكن يعملها الرجاء بانضمام حميد احداد او كواتي ممكن يعملوا الفارق، ولا انت شايف طبعا بما انك كنت قريب جدا من الفرقه وعارف كل الامكانيات اللعيبه يبقى في تاثير سلبي قبل لقاء السوبر؟ لا صعب وصعب جدا يعني بعد ذهاب بن مالونجو وبعد ذهاب سفيان رحيمي اللي سجلوا على الاقل 35 هدف مع بعضهم باش ينجموا يعوضوهم.
لكن اللاعب الحداد قلب هجوم كويس، يعني لعب عندي انا 10 مباريات يعني كان في المستوى. لكن انا ديما نقول لما كنت مدرب الفريق ما يلزم يكون واقف على لعيب ولا اثنين، وفزنا بكاس العرب الغاليه فزنا عليها بدون بن مالانكو، يعني بن مالانكو ما كانش في المباراه، كان في الشارقه. انا ديما نقول الفريق اللي يكون تكتيكيا واقف احسن في مباراه واحده نهائي ينجم يفوز بالمباراه. احنا ضد المنتخب ضد فريق اتحاد جده ما كانوا عندنا لاعبين كبار، كانت عندنا مجموعه صلبه عكس فريق الاتحاد اللي كان بالنجوم البرازيليه والنجوم المصريه والنجوم المغربيه، لكن عرفنا كيفاش نخرج بالمباراه وننتصره. لكن انا نقول المباراه هذه ما هيش مباراه لاعبين نجوم، وان لاعب مباراه تاع مجموعه. ونعرف الاهلي فريق كبير، الاهلي فريق نتاع المباراه الكبرى، لكن نجم اقول لك زوز فرق كبار وزوز فرق ينجموا ينتصروا. نفس الشيء كان في السوبر قبل سنتين، الرجاء ضد الترجي، لما كانت الناس الكل يعني الجماهير الرياضيه بتعطي اكثر صفه مئويه بانتصار الترجي على الرجاء، ولكن في النهائي انتصر الرجاء 2-1. يعني الرجاء راهو نتاع مباراه كبرى. الحاجه الوحيده اللي ربما تنقص الرجاء هو انه عنده مدرب جديد، يلزم فتره معينه حتى اللاعبين يعني يعرفوا الخطه التكتيكيه اللي يحب يلعب بها المدرب. الى حد الان الرجاء ما لقى الخطه التكتيكيه، يعني مره يلعب بثلاثه، مره يلعب باربعه، يعني ما في خطه تكتيكيه اللي اليوم اللاعبين قاعدين يعرفوا شنو هو المدرب طالب منهم. اكيد كابتن الاسعد، سؤال اخير، واكيد لولا التوقيت طبعا كنت ممكن انت اللي بتقود هذه المباراه لو كانت اتلعبت في شهر 9 الماضي، لكن ايه اللي تقدر تقوله النهارده لجمهور الرجاء او حتى لجمهور الاهلي وانت بتتابع المباراه من خارج الملعب، وبالتاكيد الفريق اللي انت عملت معاه كل الانجازات الاخيره، سوء الحظ او التوفيق او الظروف بالتاكيد الخارجه عن ارادتك خلتك مش موجود على راس الاداره الفنيه حاليا. انا طلبت بعد الكاس العرب اللي فزنا به، طلبت من مسؤولين الرجاء باش يتصلوا بالكونفدراليه ويحاولوا يعني في اقرب وقت كان دوره كاس السوبر، لكن الكونفدراليه هي اللي رفضت. وانا كنت متاكد وان في صوره ما اذا لعبنا المباراه في شهر نوفمبر، كنت متاكد وان يعني نجموا ننتصروا على 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 فريق الاهلي، لان كان عندنا خطه تكتيكيه موجهه وللاعبين يعني كانوا حافظينها 100%. بطبيعه الحال انا عملت 40 مباراه في الرجاء، على 40 مباراه انهزمت في 4 مباريات، لعبت في الاخير 18 مباراه متتاليه انتصرنا في 14، تعادلنا في 3 وانهزمنا في مباراه. بطبيعه الحال جاء رئيس جديد، الرئيس الجديد يعني كانت عنده قبل الانتخابات كانت عنده الفكره الوحيده، هو لما يصبح رئيس يعني يقيل الاطار الفني، جاب اطار فني اللي هو يعرفه احسن. نتمنى لجماهير الرجاء وان الفريق نتاعهم يرجع الى مكانته العاديه، لان الرجاء فريق كبير، فريق عالمي، ونتمنى لكره القدم المصريه يعني التقدم، ولكن هي مباراه اخوه، مباراه شقيقين المصري والمغربي. نتمنى وان الروح الرياضيه هي اللي تفوز في المباراه، لان ما لا هي الا مباراه كره قدم لا اكثر ولا اقل. لا اكثر ولا اقل. كابتن الاسعد الشابي بالتاكيد بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معانا وحديثك عن لقاء الاهلي والرجاء، وكان كلام مهم جدا من اكتر واحد كان قريب جدا من فريق الرجاء المغربي. هرجع لك يا كريم طب. لكن اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ولسه عندنا تفاصيل وكواليس وكلام مهم جدا عن مباراه الاهلي والرجاء. اهلا بحضراتكم من جديد، والتغطيه مستمره بالتاكيد لكواليس سفر بعثه فريق النادي الاهلي الى الدوحه استعدادا لخوض السوبر الافريقي امام نادي الرجاء يوم الاربعاء القادم الساعه 7 بتوقيت القاهره. كريم برحب بيك مره ثانيه، وبالتاكيد كان عندك حديث على موسيماني، ولو عايز تعلق كمان على تصريحات لسعد الشابي. طبعا الكابتن لسعد الشابي يعني قال تصريحات مهمه، وواضح فعلا ان في امور مختلفه في الرجاء سواء على المستوى الاداري او الفني. احنا بنتكلم برضو كان واضح ان كان الاداره اتغيرت، الجهاز الفني اتغير، اثنين من نجوم الفريق مشوا، مالونجو وسفيان رحيم. طبعا الفريق ما زال
يعني طبعا عنده يعني بن حليب وعندهم محسن متولي وعبد الجلال حفيظي وطبعا واحداد فاحداد لسه طبعا لسه متأيد عشان يلحق المباراه، ولكن واضح ان الفرقه اللي هتلعبنا مختلفه عن الفرقه اللي كسبت الكونفدراليه، ولحد ما واضح برضو يا محمد عشان حاطين رجلينا على الارض ان التغييرات اللي في الرجاء هي متسببه حاليا في وضع الفريق في الدوري المحلي. يعني بنتكلم النهارده طبعا الوداد متصدر الدوري بعد مرور 12 اسبوع بفارق 12 نقطه كتير، يعني في اول 10 اسابيع الفريق يفرق فوق ال 10 نقاط للوداد، طبعا ده يعني فجوه بيبين لك ان الرجاء واضح ان هو لسه عنده هزه من التغييرات اللي حصلت له، سواء على مستوى الاداره تغيير الرئيس او حتى على مستوى الجهاز الفني بتغيير الجهاز الفني. ولكن بالنسبه لنا احنا زي ما كنت بقول قبل ما نطلع في الفاصل ان احنا كنا ماشيين على تراك وبيتس موسيماني والجهاز الفني شايفين الخطه وطالعين واحده واحده، يعني مبارياتنا طالعه مع بيتس مستوى متدرج لغايه لما وصلنا لاداء اكثر من رائع اللي قدمناه في مباراه سموحه والانتصار الكبير بالرباعيه. ايه بعد كده حصل لك بوز، اقف ستوب، وقف بقى، احنا هناخد اجازه واجازه ايه، وهناخد منك كمان 7 اللاعبين الاساسيين بتوعك، يعني ده منتخب مصر، منتخب مصر 7 لسه بقى كمان علي وبدر في المنتخبات الاخرى. وبالتالي الفريق هنا بيحصل ايه بقى، لحد ما ممكن ترجع كام خطوه لورا انك خلاص بقى هتعتمد على المجموعه اللي معاك، تعمل يعني فترات تدريبيه وتعمل بعض مباريات الوديه عشان تبقيهم في نطاق اللياقه البدنيه والفتنس اللي انت عايزه، وبتستنى اللعيبه بتاعتك ترجع لك امتى بقى، قبل المباراه 3 ايام. يعني احنا عندنا مباراه يوم السبت بكره، اللعيبه المفروض تنضم للنادي الاهلي رسميا مساء السبت، يعني هم فعليا ينزلوا معاك اول تمرينه الحد. انت هتلعب الاربع، يعني انت عندك الحد، وطبعا عندك الحد والاثنين، المفروض الاثنين هي التمرين الرئيسيه بتاعتك، وطبعا اللعيبه هيبقوا جايين طبعا اجهاد غير طبيعي، طبعا قوي جدا. انك كمان بتتكلم عن فعلا السبع لعيبه اللي لعبوا مع منتخب مصر مباريات فعليه، ما كانتش مباريات تجريبيه، لا مباريات قويه. يعني كيروش ضحك علينا، كيروش كان بيقول لك انا يعني ما معناته ايه معيش محترفين وبتاع، ونشوف الاداء ونشوف اللعيبه بتاع، لا انت لعبت مباريات فعلا مباريات رسميه، احنا كلنا بنتفرج على ماتش مصر وتونس كانه فعلا ماتش في التصفيات، الدور الفاصل لتصفيات كاس العالم. بالظبط والله فعلا، فاهم؟ فايا كان ده وضع احنا موجودين فيه، ولازم طبعا نتحمل، وان شاء الله يقدر الجهاز الفني طبعا في الفتره القليله، بس هو اهم حاجه ان انت ما تستلم اللعيبه انك تطمن فعلا عليهم صحيا وبدنيا، ان انت النهارده هم جاهزين ان شاء الله باذن الله لخوض مباراه يوم الاربعاء. طيب موسيماني انا بلاحظ ان هو ما بيحبش يتعامل مع الفريق اللي معاه دلوقتي لغايه لما تيجي المجموعه الاساسيه. نعم. يعني مثلا سي كده في احدى المرات سمعت تصريح لاحد اللاعبين وقال لك طريقه 3 4 3 اللي بنتدرب عليها وبدانا بها الدوري احنا اصلا اشتغلنا عليها، وكان منتخب مصر في معسكر عشان تصفيات كاس عالم. جاي. فما كانش مستني حتى المجموعه الاساسيه، ده بالعكس هو بيشتغل على المجموعه اللي معاه. نعم. والمجموعه اللي هتيجي هتخش في الكيمياء اللي هو عاملها جوه المجموعه اللي موجوده، حتى لو المجموعه دي صف تاني او تالت. شوف طبعا بيتسو موسيماني واضح جدا ان فعلا هو من ساعه ما جه النادي الاهلي هو مؤمن طبعا بالافكار بتاعته مع صن داونز، يعني حتى احنا قلنا ده كتير في حلقات كتيره جدا، لكن اكيد هو عارف ان العوامل اللي كانت عنده في صن داونز مش هي نفس العوامل يعني كوبي وبيست في النادي الاهلي، أكيد في اختلافات كتيره. هو بيحاول يوصل للتوليفه اللي وصل بيها مع صن داونز للبيك، فين بقى؟ فاينل الزمالك، ده بالنسبه لي دي النسخه البيك لنادي صن داونز، وطبعا والنسخه حتى اللي هو كسبنا فيها يعني 5-0 لما هو كان مدير فني صن داونز، رغم ان احنا كنا في اسوء حالاتنا، بس هو بالنسبه له هو عايز يوصل للفيرجن دي. خلي بالك يا محمد النسخه دي هو وصل لها بعد كام سنه من تدريب صن داونز، وصل لها بعد اعتقد 3 أو 4 سنين. في صن داونز انت عندك الوقت، عندك المساحه، ما عندكش الضغط الاعلامي، ما عندكش الضغط الجماهيري، يعني في جنوب افريقيا الكوره لطيفه، فاهم؟ هو اعترف بده. طبعا هو قال لك انا كنت بمشي في جنوب افريقيا يا جماعه عادي، يعني كان هنا ما اقدرش، يعني هو ما يقدرش هنا في مصر يمشي غير لما انت لو مشيت الشارع هنا على طول الناس تسالك هتعمل ايه في مين؟ انت خلي بالك في ماتش كذا، على طول الناس مركزه ومش هيسيبوك حتى تستمتع بالحياه الشخصيه. ده طبيعه
الكره بتاعتنا وطبيعه مجتمعنا. فبالتالي هو انا شايف ان هو السنه بصراحه سرع من وتيره العمل. المحلل الاداء اللي جابه في وجهه نظري الشخصيه من اورلاندو يعني فاده بشكل مميز جدا جدا جدا، وقدر النهارده هو يوصل لنقط كتيره من اللي هو عايز يوصل لها في وقت قليل، خصوصا مع المستوى اللي قدمه بيرسي تاو في مركز المهاجم الوهمي. اكيد. طيب برضو في جزئيه تانية متعلقه بالوقت. لما نتكلم في 72 ساعه طبعا، هل يلعب بالمجموعه اللي كانت بتلعب كاس العرب ولا يشتغل على المجموعه اللي كانت معاه؟ شوف طبعا انا وجهه نظري ان هو لازم يكمل على نفس المنوال اللي نهى بيه ماتش سموح فتره البول. يا ده من طبعا ده من طبعًا فتره طبعا، عشان كده بقول لك ايه لازم اهم سؤال انا اهم سؤال انا مستنيه اجابته مساء السبت. اللعيبه جايه لي من المنتخب كلهم، اللي جاي من مصر، اللي جاي من تونس، اللي جاي من المغرب، جاي من كل اللعيبه بتاعتي اللي هم هيكملوا القايمه بتاعتي. ايه الاخبار بدنيا وطبيا؟ كلير، الدنيا تمام، الموقف سليم، خلاص ابدا انا بقى اساله سؤال الاجهاد. انت تعبان؟ حاسس انك مجهد؟ حاسس انك زهقان من الكوره؟ فاهم؟ دي بقى حاجات يمكن التعامل معها. احنا بس اهم حاجه ان السؤال الاول نعدي منه، لان لو في اي شكوى طبيه لا قدر الله، او في يعني طبعا بنتكلم على ده راي اطباء، يعني طبيب المنتخب هنا، طبيب المنتخب هنا، طبيب المنتخب هنا، لا قدر الله قال لك معلش لو سمحت اللاعب ده محتاج 3 ايام 4 ايام راحه، فده معناه ان هو بره الماتش. فاحنا الاول بنحتاج الكليرنس، بنحتاج الموافقه المشاركه من دكاتره. طبعا هو اكيد دكاتره المنتخبات دول بيتواصلوا مع الدكتور احمد ابو عبده في النادي الاهلي، واكيد دي امور طبيه بعيده عن الامور الفنيه وبعيده عن الامور التحليليه. ده اول حاجه هيبص عليها اول ما يرجع للمنتخب، يرجعوا من المنتخب يعني. محمد الشناوي طبعا، قفشه، حمدي فتحي، وايمن اشرف. ايمن اشرف طبعا طبعا. فان شاء الله باذن الله باذن الله اللعيبه دي تبقى راجعه لنا بشكل تمام. في وجهه نظري بقى فنيا انا شايف ان بيتسو موسيماني يكمل على المنوال اللي هو كان ماشي بيه. وبيتسو موسيماني فعلا السنه دي امانه ادخاله ل 3 4 3 بيخلي اي منافس في حاله من الاندهاش. ليه؟ تعال بص كده اهو، انا وانت نعمل دور اعلام الفريق اللي هيواجه النادي الاهلي. اول سؤال ده تساله لي، تفتكر الاهلي هيلعب 4 2 3 1 ولا 3 4 3؟ دي ليها كلام ودي ليها شغل تاني ودي ليها كلام. لو انا بنيت كلامي ان الاهلي هيلعب 4 2 3 1 هبدا اقول لك يبقى نقاط ضعفه هتبقى كذا، ده قوته تبقى كذا، ده خلي بالك ان احنا محتاجين ان احنا نضغط على النادي الاهلي ونزنقه في نص ملعبه. طب لو قلت لك الاهلي هيلعب 3 4 3 بالظبط زي منذر الكبير ما عمل معانا في ماتش مصر بالظبط، درس كيروش ودرسنا بشكل مميز جدا، وهو عارف ان لعبتنا احسن من لعبته على المستوى الفردي. خلي بالك كان واضح جدا، بدليل ان تونس ماسكه الكره علينا 90 دقيقه وفي الاخر كسبت بهدف عكسي، عارف مش عارف تجيب بهدف وما عملوش حتى فرص خالص. سيف الدين الجزيري فعلا كان حجازي والونش عاملين رقابه، عاملين عليه رقابه قويه جدا. وخلي بالك يا محمد فعلا الرقابه بتاعه المدافعين مع المهاجم بيبقى 60 او 70% منها مستوى فني للمدافع، يعني مفيش تاكتكس كتيره انت بتعملها مع المساكين. امكانيات لعب عليك بالظبط. بدليل ان ثنائيه الونش واحمد ياسين لما شفناها حاجه ما كانتش بنفس الدرجه طبعا. ورغم ان الونش غلط لكن ما كانتش مشكله في الونش، لا كانت المشكله في الثنائيه. حجازي لما جاله وقفت كل واحد كمان الله اكبر عليك. الونش وحجازي لما بيلعبوا مع بعض بتلاقي الاثنين ثابتين شايلين بعض في الملعب. وبالتالي انا بشوف ان بيتسو موسيماني لما عمل 3 4 3 واي منافس واقف قدامه مش عارف يعمل ايه، ليه؟ من على طول بيتسو موسيماني بيحط 3 مدافعين ورا بيطير الاثنين الفول باكس بتوعه طول الوقت، اوعى حد يقف لي ورا خلاص. شكرا. صح اتفضل استاذ اكرم، اتفضل الخط قدام كابتن علي، اتفضل على الخط قدام. فانت يعني كمنافس بقى عايز تقفل الاطراف انك عندك فيها 4 لعيبه، اكرم وقدامه جناح، علي معلول وقدامه جناح، وكمان عايز تقفل من العمق قدام المهاجم الصريح لو لعب محمد شريف او الفولس ناين اذا نزل بيه بيرسي تاو في عمق الملعب. فبالتالي 3 4 3 ادت موسيماني حلول كتير، وهو كمان امانه بيحبها دي طريقته، هو بيحب يلعب الطريقه دي، هو فاهمها. انا بحس دايما في الماتشات هو بيغير في الطريقه كذا مره جوه الماتش جوه الملعب. صحيح طبعا، يعني بيغير في المهام وفي المراكز وبيبدل طبعا. وخلي بالك برضو مرونه قائمه الاهلي اكتر بكتير من مرونه قائمه سان داونز،
لان بتكلم القايمه الحاليه، انا في وجهه نظري القايمه الحاليه للنادي الاهلي هي اكتر قايمه ممكن نقارنها بقايمه مانويل جوزيه في 2005 الامانه. صح. يعني وكمان مع التدعيمات ان شاء الله في خلال السنه الجايه الاضافات اللي في السوبر دي كمان هتفرق معاه ان شاء الله. طبعا كل القايمه الحاليه للنادي الاهلي بتخليك عندك مرونه. حمدي فتحي تلعب سته حاضر، تلعب ثمانيه حاضر، العب ليبرو حاضر، اكرم توفيق العب هاف ديفندر حاضر، العب باك يمين حاضر، ما عنديش مشكله. ايمن اشرف ايمن اشرف لعب مع كيروش هاف ديفندر وبيلعب هو اصلا باك ليفت وبيلعب مع نادي مساك. فبالتالي مرونه اللاعبين بتدي كمان الجهاز الفني بالظبط بالظبط الناس اللي بيحبوا يلعبوا مود الالتيميت تيم في الفيفا زي انت في اللعبه بيبقى عندك قايمه من 35 40 لعيب. تقعد بقى تحط في الاوبشنز عندك في التيم مانجمنت اربع خمس، انا بحط اربع خمس طرق وانزل بقى ايه عارف اللي هو بقى ايه النهارده العب 3 4 3. ده بسبب ايه؟ بسبب ان اللعبه بتديك المرونه ان اي لعيب انت عايز تحطه في اي مركز هو ده النادي الاهلي بقى دلوقتي. فبالتالي بيتسو موسيماني لازم وهو كمان حابب ده، هو بيحب يلعب 3 4 3 لكن عنده المرونه انه يلعب 4 2 3 1، عنده المرونه انه يلعب 4 3 3، ده ساعات كمان عنده المرونه ان احنا ممكن نلعب 2 4 4. يعني في ساعات لما بنتزنق في الملعب في النتيجه او في التاخر في الوقت، النهارده بيتسو موسيماني بيحط لك اربعه في الخط الامامي على خط واحد، احنا بنلعب باتنين مساكين بس، وايه هتلاقيه هتلاقي الاتنين مساكين بتوعنا بيطلعوا يقفوا في نص الملعب مش واقفين حتى قدام الشباك، بيضغطوا المساحه بيضغطوا المساحه ليه؟ اللعيبه النهارده وصلت من القدرات الفنيه مع الاضافات اللي داخل القايمه لاشكال كتيره، وان شاء الله باذن الله حتى احنا في الحلقه دي لو في طبعا نحب طبعا ويشرفنا اصدقائنا في المغرب والنادي الرجاء يكونوا بيتفرجوا علينا مش هنقول لكم اكيد متابعين مش هنقول لكم اكيد بيتسو موسيماني الاقرب يلعب ايه يوم الاربعاء الجاي. طيب سؤال بقى خاص بلاعبي النادي الاهلي اللي موجودين مع منتخبنا الوطني. نعم. حاله الارتباك اللي موجوده في مراكز بعض اللعيبه، محمد شريف راس حربه وهداف الدوري بيلعب بره طرف اليمين ومره طرف شمال، قفشه مش في مركزه مع المنتخب الوطني، ايمن اشرف اتغير مركزه كذا مره، يمكن ما فيش غير اكرم توفيق عشان باك رايت، والشناوي حارس مرمى، يمكن ده اعتقد لو كان حصل تغيير كان ممكن يغير في الشناوي كمان. لكن هل التغيير اللي في المراكز ده او اللعيبه ممكن ترجع للاهلي في حاله ارتباك فني ممكن تحصل لهم شويه؟ شوف طبعا بالنسبه للعيبه المحترفين لا، نحن بنتكلم على لعيبه كلاس اي، بنتكلم على لعيبه شاركت مع منتخب مصر في عدد كبير من المباريات، مع النادي الاهلي سافروا يعني ادغال افريقيا وواجهوا يعني عندهم خبرات كبيره جدا تخليهم في المواقف دي طبعا لا، يعني انا ما اقدرش اقول لك لا، لكن الاكيد الاكيد انه بيعمل نوع من الزهق خصوصا خصوصا لما تكون التجربه تجربه للامانه غير ناجحه بمعنى، وهي بالفعل شكلها غير ناجحه بمعنى. ندي مثال طبعا طبعا كيروش بما ان هو المدير الفني منتخب مصر من حقه تماما من حقه تماما انه يلعب يختار اللعيبه اللي هو عايزها ويلعبهم في المراكز اللي هم عايزها اللي هو عايزها طبعا ده اكيد حق مشروع له وهو حر. لكن احنا بنيجي نقول ان كيروش راح كاس العرب وكل التصريحات طلعت بالجهاز الفني يا جماعه احنا رايحين عشان ندي بعض اللاعبين الجدد في الدوري المصري خبرات اللعيبه المشاركه الدوليه، وحتى دي اكيد فيها مع كابتن سامي الشاطر يوم الثلاث، وقلنا ان كيروش لو انت هتجرب لو انت اصلا رايح بتجربه يبقى المفروض تقعد على الدكه 90 دقيقه ما تقومش. ليه؟ عشان شخصيه انت شخصيتك قدام اللعيبه تبان ان انا مش مهتم بالنتائج. ما هو اللي بيجرب يا محمد بيقعد بيتفرج ما يهتمش بالنتائج بيقعد يتفرج. اه طبعا انا بلعب ماتش ودي، بيتسو موسيماني النهارده بجاب نادي سموحه يلعب بيه ماتش ودي مع النادي فوق ايا كان بيقعد فوق في المدرج، لكن مستحيل هتقف على اللاين ومع كل جون تهيص ومع كل غلطه تحاسب. كمان مش ملاحظ حاجه؟ اتفضل. كارلوس كيروش في تصفيات كاس العالم كان هادي جدا. نعم. وكان واقف حتى ساعه الاحراز الاهداف احنا كنا بنشوف فيه فرحه تقيل غامره هو كان تقيل. للمعاونين هو كان برافو تقيل برافو عليك. في البطوله دي مش عارف ليه حاسس ما يكون هو عايز يجيب البطوله او ليه حاطط نفسه تحت ضغط او الضغط بسبب التصريحات اللي عليه وبسبب اختياراته بس هو خبره. ما هو واضح اهو. لا ما هو خلي بالك برضه، ما هو كيروش كان ماسك ايران فوق الاربع سنين تمام تمام، وحصل كم مشاكل وكم انتقادات من محللين الكوره في ايران ومشاكل كبيره جدا لكيروش. لا ما هو على عيني وعلى راسي والله تاني اهو، الراجل اشتغل مدير فني ريال مدريد والله، والراجل اشتغل مساعد لالكس فيرجسون واحنا المعلومات دي عارفينها، وهو مش محتاج يقولها لنا، وهو مش محتاج يقول لنا والله ان هو يعني واحد من اكبر الاسماء
اكبر الاسماء من ضمن لكن الأسماء. ما بقولش ان انت من افضل المديرين الفني، لا انت اسمك كبير لكن مش معنى اسمك كبير ان انت مدير فني كلاس ايه. عمري ما احطك مع انشيلوتي ولا مع فيرجسون ولا مع جوارديولا ولا مع الناس دي، مستحيل فارق. مستحيل تبقى في الكلاس ده، مستحيل فعليا. فكيروش زي ما عنده حاجات حلوه عنده مساوئ، فاحنا دلوقتي بنعمل معاه ايه؟ احنا دلوقتي بنصحح له. فالحته كنت بقول لك على محمد شريف، محمد شريف اوكي انت عايز انت مؤمن تماما بمبدا المهاجم الصريح، ومديرين فنيين في الكوره كتير، بيتسو موسيماني نفسه كان بيحب مروان في الحته دي في حاجات كتيره، في قناعات يعني محمد، خلينا نتكلم بصراحه في قناعات طبعا. بس هنا السؤال هنا، وانا بتطور في البطوله بتطور ووصلت للسيمي فاينل، ما ينفعش يبقى عندي محمد شريف وانا شايف مروان حمدي الاداء في ثلاث ماتشات قبليه قبل الماتش ده. انا شفت في اربع ماتشات مش ثلاثه، اربعه ثلاثه في المجموعه وماتش بتاع منتخب الاردن في دور الثمانيه. فانا شفت وانا قريب بقى من ان انا اوصل فاينل واخد حاجه حلوه تديني تدي حتى بدايتي او بدايه مشواري مع المنتخب ده شكل حلو ان انا اقول وصلت فاينل وان شاء الله والعب الجزائر او قطر، كانت ماتش يبقى ماتش حلو يعني. فتستمر بقناعاتك اللي هي واضح ان هي تجريبيه، لان انا بصراحه يعني هو كيروش لو جه في كاس اذا اتلعبت او في التصفيات الاخيره وفضل مقتنع ان مروان حمدي هو مهاجم منتخب مصر الاول، انت عايز تستحمل كل ده؟ لا دي مصيبه. لا 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 لا، لان المشكله مش عند مروان، عشان بس لك اهو. طب بص شوف بقى حاجه، عشان بس يبقى الكلام واضح، مروان ممكن برضو هو بيزعل ان مروان بيكتب ستوريز على انستجرام وعلى السوشيال ميديا بيبين هو بيزعل من الانتقاد. اعتقد كابتن وائل جمعه قعد معاه واتكلم معاه في الجزئيه دي، اهو الكلام احنا بنقوله ده اهو. في اسم مروان حمدي، بس احنا لا نتطرق لمروان حمدي. مروان حمدي مالوش اي نسبه ذنب في هذا الكلام. كل الكلام ده عند مين؟ عند اللي اختاره، عند اللي اختاره. هو مروان حمدي يا محمد، وانا دلوقتي انا قاعد في خلاص تمرينه وكيروش هيعمل التشكيل الاساسي، وراح قايل مروان حمدي اساسي. مروان حمدي له ذنب؟ لا. حلو، مروان حمدي نزل الماتش واول 45 دقيقه لم يوفق، تمام، زي بالظبط ماتش تونس، فمش موفق خالص. ده الفرصه اللي جت لها حتى بعد كده اتاكدنا ان هي مش تسلل، مش تسلل، كانت ممكن تبقى ضربه جزاء كمان، مشكله ازمه. لا ازمه استلام الكرة، أزمة عدم الفينش السريع، أزمة واضح إن محدش بيتكلم معاه، في أزمة. خلاص اللي حصل حصل. مروان حمدي المفروض بين الشوطين أول تغييرة، أول تغييرة مروان حمدي هيخرج ومحمد شريف هينزل، كلنا قلنا كده ده الطبيعي. لكن أنت النهاردة بتنزل بتقعد مروان حمدي 88 دقيقة، فده قرار مين؟ قرار مدير فني. فبالتالي أنا بشوف إن حتة محمد شريف ممكن فعلا من حتة إن هو مع المنتخب بيلعب جناح، يجي مع النادي الاهلي يلعب راس حربه صريح في وقت قليل، ساعات بتعمل حاجه نفسيه فقط، لكن هو مفروض كلاعب محترف ما يتاثرش بيه. يعني بما ان احنا بنتكلم على ماتش السوبر وماتش الرجاء، ما اعتقدش ان ممكن يكون حد فيهم متاثر بالتكتيك الفني او الشغل اللي كان موجود في الفتره الاخيره. لا لا وضعا في الاعتبار طبعا، الله اعلم، احنا مش عارفين اذا كان محمد شريف هيلعب مهاجم صريح او ربما يبقى بيرسي تاو هو المهاجم الوهبي رقم 9 زي ما شفنا في ماتش سموحه، الله اعلم، مش عارف. طيب هل تتوقع ان ممكن بيتسو موسيماني دلوقتي عنده 6 صفقات جديده انضمت للاهلي؟ نعم. احمد عبد القادر، عمار حمدي، لويس ميكيسوني، بيرسي تاو، حسام حسن، كريم فؤاد، الـ6 موجودين معاه في القائمه المسافره ولا موجودين حاليا في المطار عشان يروحوا الى الدوحه، ممكن توقعاتك يأيد الـ6 ولا ممكن يختار 3 منهم؟ ولا لو المباراه نفسها تحتاج فنيا ايه؟ والله شوف، المباراه فنيا محتاجه الـ6، محتاجه الـ6 طبعا. ما يعملش حساب يناير ان ممكن يكون عنده صفقه ولا 2؟ خد بالك، على حسب هو لو هو في بعض اللاعبين ساعات يبقى هو اصلا قرر التعاقد معاه واحنا ما عندناش معلومه. يعني في حد في دماغه اسم او اسمين هو في دماغه ان انا عايزه، وتم الاتفاق. لان خلي بالك ممكن تبقى انت عايز حد، بس السؤال هنا هو اداريا متاح ولا مش متاح. بالظبط، هدي مثل بسيط جدا جدا ليس له علاقه بالواقع، والله مثل عشان حد بس يفتكر ان احنا بنقول على في حاجه جايه مثلا، والله مثل لا اقصد بيه اي شيء. تمام. لنفترض ان بلايلي، بقول نفترض دلوقتي هو متاح، هو فري، ف النادي الاهلي تواصل معاه اهو في وسط كلامي تاني عشان ممكن الكلام الراجل قال بنفترض بنفترض والنادي الاهلي هو بيتسو موسيماني قال انا عايز بلايلي خلاص بقى فري، واحنا محتاجين اللاعب ده والخبره دي، وهو خلاص تم الاتفاق. ليه؟ بلايلي ما عندوش ما يعيقه، فيقول له خلاص اوكي يبقى انا اسيب له مكان. يبقى النهارده لازم يبقى انت شايف ان في حد انت متاكد ويقينا ان هو معاك، هيبقى معاك، لكن ما اقدرش اسيب المكان اللي تحسبا ربما يكون معايا. لا
يعني ده هيبان في مسألة الستة، هيتأيدوا ولا ممكن يختار اثنين أو ثلاثة حسب وجهة نظره بالنسبة للمباراة وبرضه للاستراتيجية التانية انتقالات يناير. طبعًا ووضعًا دي القائمة الإفريقية التانية. ووضعًا برضه حاجة تانية، الست لاعبين لغاية دلوقتي من بداية الموسم كام واحد فيهم شارك بنسبة كبيرة؟ يعني أعتقد هو أقل واحد في الستة كريم فؤاد، يعني كريم فؤاد ربما يكون كريم وبعديه عمار كمان. وعمار بس عمار لعب أكتر من كريم. لا هو اقصد يعني كريم اقل مشاركه في المباراه الرسميه بالظبط، اعتقد كريم اقل واحد. بس كلهم لو انت خدت بالك فعلا برضو لاعبين محوريين جدا. انت عندك ايمن اشرف وعلي معلول لا قدر الله لو ما لحقش، طبعا عندي طمانينه يعني في ناس في تونس يعني اديتني طمانينه ان ممكن يلحق لو لا قدر الله الاثنين مش موجودين فانت ما عندكش باك ليفت، فممكن تضطر تأيد كريم عشان المباراه دي. طبعا طبعا. وكريم كمان كريم واحد الامانه من اللعيبه اللي تفيد بيتس موسيماني في 3-4-3، لان هو اصلا معاه مع نادي انبي لعب رايت وينج، لعب جناح ايمن ولعب جناح هجومي ايسر ولعب باك يمين ولعب باك شمال حتى مع كابتن شوقي غريب في المنتخب الاولمبي. اكيد بتتكلم على برضه لعيب جوكر يقدر يساعدك في اكثر من مركز وبيأدي في الاربعه الامانه بنسب قريبه من بعض، يعني ما بتتكلمش ان في فجوه يعني ساعات بتجيب كده لعيب تحطه في اليمين يديك حاجه حلوه جدا، تحط في الشمال يقول لك والله انا مش يعني مش مرتاح. لا كريم فؤاد فعلا مثلا في اليمين يديك 9/10، في الشمال يديك 8/10، في الباك اليمين برده بنفس الارقام. وبالتالي بشوف ان واحده من احلى فترات الانتقالات اللي النادي الاهلي عملها في اخر 15 سنه وبالتحديد منذ مثلا يعني اي فتره مانويل جوزيه الثانيه، فتره الانتقالات الحاليه، ان الست لاعبين فعلا فنيا وتكتيكيا زودوا كل خطوط النادي الاهلي. طيب لو هتكلم على الرجاء المغربي، نعم، المؤكد لغايه اللحظه دي ان في ثلاث لعيبه هيتأيدوا استعدادا لمواجهه الاهلي، حميد احداد، جمال حركاس، ومصطفى كويتي. هو لاعب من غينيا، لاعب افريقي انضم في الفتره الاخيره والوقت ما اسعفش نادي الرجاء ان هو يأيده في القائمه الافريقيه بنفس ظروف انضمام بيرسي تاول واسمي كيسوني، نتيجه ان الدوري المغربي ايضا انتهى بعد فتره القيد الاولى الافريقيه. الثلاث لعيبه ممكن مين فيهم يعمل اضافه، خاصة ان مصطفى كويتي الغيني تحديدا، يمكن عايز اقول لك الصحافة المغربية ليست مقتنعة بامكانيات هذا اللاعب، بيهاجموه جامد. هو طبعا اكيد ابرز اسم فيهم حميد احداد، احنا عارفينه وبنتكلم فعلا لاعب بيفرق فعلا مع الرجاء، وفاكرين دوره حتى مع الفرقة في ماتش الوداد، اعتقد لعب معاهم ماتش الأربعة أربعة في الانتصار اللي هم انتصروا يعني ساعتها ماتش الرجاء لما كسب الوداد 5-4 في ماتش البطولة العربية. البطولة العربية. البطولة العربية كان ماتش بصراحة أو 4-4 كان الرجاء اللي بيديرها محمود البنا. كان الرجاء هو عايز التعادل. فلاعب عارف الرجاء، مش لاعب جديد. يعني أنت عارف مثلا إيه بتقول مثلا النادي الأهلي عنده لاعب طلع بره ورجع النادي الأهلي، فبالتالي أنت ما بتتكلمش على لاعب محترف لسه هيتأقلم، لا، حميد أحداد ببساطة بكرة ينضم للرجاء خلاص أنا بلعب بشكل عادي. لكن اكيد مع وجود برضو محسن متولي لعيب مميز، و المهاجم عندهم كمان في كمان عبد الله الحفيظي وبن حليب ومحمود بن حليب وبن حليب ما زال هم عندهم حداد فعلا هيعمل اضافه. ده الاضافه للفريق. ولكن حميد احداد لما نيجي نحلل ادائه يسهل التعامل معاه، يسهل التعامل معاه والنادي الاهلي. حتى حميد احداد لعب قدام النادي الاهلي اعتقد مع نادي الزمالك في بعض المباريات، وبالتالي نعرف نتعامل معاه. ولكن هي مشكلتنا في ماتش الرجاء ده كلمه قالها الكابتن لسعد اللي هي ان هي مباراه ممكن فعلا النجوم ما يظهروش فيها. انت في المباراه دي ما عندكش مساحه ان انت تغامر بمهارات فرديه للاعب، لا ده انت لازم فاهم هو التيم كله في يومه او مش في يومه خلاص، هي يعني بطوله من مباراه واحده بالظبط، توفيق وعدم توفيق. ما بقدرش ان انا بقى ايه ارتكي ان انا مثلا النهارده هقدم 50% من مستوايا على امل ان ماتش اللي بعديها بثلاث ايام اطلع ل 70، فالماتش اللي وراه اطلع 80، ما بجمعش نقط. دي بطوله من مباراه واحده. الموفق واللي يعني مستعد ليها بشكل جيد كتيم هو اللي ياخد، هو اللي يكسب. سواء دفعت يعني في بعض الناس يقولوا مثلا البطوله من مباراه واحده ساعات بيبقى عايزه توفيق لاعب، لا هي عايز توفيق فريق. انت ممكن تدافع، ممكن النهارده ما هاجمش. هفكرك مثلا بماتش الاهلي والنجم الساحلي في السوبر الافريقي 2007 في اثيوبيا، واحد من اسوء المباريات بسبب ارض ملعب
ارض الاجواء والرطوبه وارض حبكه الكاف يحتفل باليوبيل الذهبي في اديس ابابا في الفتره أرض دي. طبعا يعني اعتقد ناس كتير تفتكر الماتش ده ماتش النجم الساحلي نزل قدامنا. هما طبعا ساعتها كنا احنا واخدين منهم الفاينل بتاع 2005 والماتش ده اتلعب قبل الفاينل هم خدوه مننا ده بتاع العرجون يعني. المباراه دي نجم الساحلي طبعا عارفين جوزيه وعارفين اسلوب الاهلي وكل حاجه بقى. قال لك ما توجعونا دماغنا ليه؟ احنا نستغل الارض دي ونقف ورا وشكرا. ووصل الماتش لايه؟ ورمي كره في السماء. ووصل الماتش لغايه الترجيح والنادي الاهلي يعني حاولنا امانه على الارض نعمل شويه مفيش فرص. الموضوع كان صعب جدا مع نقص الاكسجين كمان. الموضوع كان صعب والنجم الساحلي في وجهه نظري نجح انه يوصل اللي هو عايزه. هو ما هاجمش ما عملش اي ابداع، لكن ابداعه كان فين؟ انه وقفت ورا انا دفعت وصمت واوصل بقى لغايه الترجيح وساعتها بقى ايه نسيبها بقى للحظ. فاللي عايز اقوله ان في ماتش زي ده في بعض الامور يا محمد لازم احنا واخدين بالنا منها، حتى احنا بنتكلم في ده برضه لازم الجهاز الفني ياخد باله منه. ان احنا بنلعب في مباراه طبعا اللائحه بتقول 90 دقيقه تعادل قائم يبقى هنلعب ركلات ترجيح، فبالتالي ساعات الدنيا بتقف قدامك لازم يكون عندك اوبشنز بقى كتير. عندي اوبشن A اوبشن B اوبشن C حتى اذا اضطريت ان في ممكن بقول ممكن الرجاء يجي مستعد على ركلات الترجيح اكتر من اللعب الاوبن فيلد بلاي. يعني انا مش هلعب الماتش انا عايز اجرك للركلات الترجيح ان انا عندي الحارس متدرب. لا ده حارس ايه ده؟ بص كمان بص طبعا الفريق الرجاء كان المفروض يعني سايب اللعيبه بتاعته في الدوحه لان هو مش هيلعب مباراه في الدوري فكان هيسافر النهارده. صحيح قيس فجاه بعد بعثه منتخب المغرب ما رجعت راحت الرابطه هناك قالت لك لا تعالى راح فين؟ عندك ماتش الجمعه. فبالتالي النهارده غايب عنه انس زينيتي حارس المرمى، عبد الاله حفيظ، محمد النهيري. مباراه النهارده مع حسنيه اجادير. لا والياس الحداد. وايه؟ الياس الحداد عنده اصابه. والياس الحداد عنده اصابه، بس انا اقصد الثلاثه دول يعني مجهزين لماتش السوبر لكن مش معاه النهارده، فضلوا في الدوحه. تمام؟ فبتتكلم ان الثلاثه دول مش موجودين معاه النهارده. تمام. وعنده ماتش النهارده في الدوري مع حسنيه اجادير في الدوري والمفروض هيسافر بكره. طيب محمد النهيري من الاسامي اللي ممكن الناس مش واخده بالها، كان بيلعب في الوداد ولاعيب مميز وهداف بالمناسبه كمان رغم ان هو بيلعب في الخط الخلفي. ممكن يكون اضافه. نعم. انس الزنيتي حارس مرمى المنتخب المغربي اللي كان في البطوله وهيكون مع فريق الرجاء في ماتش السوبر. في نص الملعب عندك عمر العرجون، زكريا الوردي، في زكريا الهابطي، كل دول لعيبه مميزه في خط الارتكاز في وسط الملعب. الفكره ان الرجاء اقرب من كل المشاكل دي ورغم ان النهارده مش بيلعب بالتيم الاساسي لكن برضو عنده عدد يعني اسامي جاهزه ممكن في ماتش السوبر. طبعا اكيد ما عشان بقول لك الفكره في حته دي. خلي بالك هو كمان دلوقتي يعني ماتش النهارده ممكن ياس تقولها مش مقياس لا مقياس استنى بس ده ممكن الاخبار اللي جايه من المغرب اللي هو اللعيبه مش مستعده وعمل له مشاكل زي بالظبط ساعات الرجاء ان هم كانوا حابين الماتش يتاجل ما يتلعبش في 22 ديسمبر وهاجموا حتى اعتقد الكاف ان هو حط ميعاد الماتش في التوقيت ما احنا عرفنا بقى مين اللي كان بيقول لهم والنهارده قال لنا كابتن لازعد الشاب كان بيقول لهم على فكره دي حاجه الراجل راجل على فكره انا على المستوى الشخصي يمكن سالت عنه راجل محترم جدا فكره انه يسيب الرجاء ويتصل بالقائمين على الاداره الحاليه اللي هم وجهوا له الشكر ومشوه يقول لهم ما تلعبوش الماتش في الميعاد ده التوقيت ده مش مناسب ليكم. لا دي قمه في قمه الاحترام بصراحه. فاللي عايز اقوله لا ممكن يعني الاخبار الجايه من المغرب ان ماتش النهارده في توقيت صعب والفريق مش مستعد ده ممكن حتى ممكن مثلا النهارده الرجاء ممكن يتعادل او يخسر وبالتالي الفجوه بينه وبين الوداد على الصداره هتزيد توسع فيبقى الاخبار سلبيه لكن انا شايف لا هو ده احلى ماتش استعداد للسوبر لانه واضح بالشكل اللي احنا شايفينه للرجاء في الدوري الدوري مش بتاعك يعني امال صعب واضح كده ان الوداد يعني فارض سيطرته على الدوري بشكل كويس وده الامر ده هيستنى فبالتالي الرجاء لو بيفكر بشكل عملي هيقول لك لا انا المهم عندي ماتش بطوله الاربع ليه؟ بطوله اليوم الاربع ماتش ببطوله اهم كمان من الدوري لو انا ده مستواي ليه؟ لان انا هاخدها من الاهلي صح فاهم قصدي؟ ودي اللي هتفرق معايا مع معنويا حتى قدام جمهوري فبالتالي انت هلاعب ماتش قوي جدا 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 يرجع 70% او 75% من قائمتك اللي اكيد هتلعب يوم الاربع على الارض وتخليهم فت جدا 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 ليوم ماتش يوم الاربعاء فانا شايف ماتش النهارده ميزه ليهم مش يعني مش حاجه سيئه مش حاجه وحشه وتخليهم مستعدين لينا بشكل كويس واحنا كمان لازم النهارده اكيد مليون في الميه طبعا الجهاز الفني ومحللي الاداء في النادي الاهلي اكيد كلنا هنتفرج على ماتش الرجاء النهارده
ونحاول طبعا نشوف الفريق بيلعب ازاي، وضع في الاعتبار طبعا الاسماء اللي انت قلت انها تنتظر الفريق في الدوحه. طيب قدامنا برضو على الشاشه هي بعض اللقطات من مطار القاهره في صاله السفر، امير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالتاكيد موجود بصحبه البعثه، وشفنا برضو منذ لحظات قليله يعني الاستاذ طارق انديل مرافق ايضا للبعثه عضو مجلس الاداره، قدامنا اللعيبه اهو كهربا ومحمد هاني ومحمود متولي وايضا كمان ياسر ابراهيم، وفي لعيبه من اللعيبه الصاعدين كمان موجودين قدامنا، محمد محمود اتمنى يا رب اشوفه، محمد من اللعيبه المميزه جدا ان شاء الله، ممكن طبعا الوقت كان ضيق جدا ومش عارف هيبقى جاهز ولا لا، بس من اللعيبه اللي عندها تحدي كبير جدا يا كريم خلال المرحله اللي جايه. هو طبعا محمد محمود ومحمود متولي والله الاثنين يعني نتمنى لهم الشفاء دايما، ونتمنى لهم ان هم يرجعوا في اسرع وقت. وفي تعرف بص في الرياضه عامه ساعات في بعض اللاعبين يعني حظهم وحش مع الاصابه، الاصابه دي فعلا حاجه يعني اعوذ بالله فعلا قدرية. محدش فعلا بيحس بمساوئها غير اللي بيمارس رياضه، يعني يمارس رياضه ويتصاب ويبعد فعلا تقدر ساعتها تحس باحساس اللاعب فاهم يعني. بجد محمد محمود يعني مر بتجربه صعبه، ومحمود متولي مر بتجربه صعبه، تريزيجيه برضو يعني مر بتجربه صعبه، والحمد لله ان هو رجع وان شاء الله يبقى اضافه للمنتخب باذن الله الفتره الجايه. طيب كريم استاذنك اخرج الى فاصل، نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض، لسه عندنا الجديد ولسه عندنا اخبار مهمه وكواليس متعلقه بلقاء السوبر وبعض الامور الفنيه لكلا الفريقين سواء للاهلي او حتى للرجاء المغربي. اهلا بحضراتكم من جديد، والحديث والتغطيه مستمره عن مباراه السوبر والكواليس الحصريه لسفر بعثه الاهلي لمواجهه الرجاء المغربي يوم الاربعاء القادم على كاس السوبر الافريقي. طب نروح شويه للجزء التاريخي، وعايزين نعيش الناس في اللحظات اللي احنا كسبناها مع السوبر الافريقي. الاهلي واخد 7 كاس السوبر الافريقي وهو حامل اللقب العام الماضي امام نهضه بركان المغربي، والبطوله القادمه ايضا امام فريق مغربي نادي الرجاء. كريم طبعا لو هنعيش الناس في اللحظات التاريخيه، وعندك كلام كتير عن اللحظات التاريخيه، والبدايه عندك انت كلمتين عايز تقولهم على بدايه السوبر سنه 94. طبعا احنا بدانا يعني ماتشاتنا مع مباريات او كاس السوبر الافريقي منذ البدايه، منذ مباراه الشهيره طبعا للنادي الاهلي قدام نادي الزمالك اللي كانت في جوهانسبرج في 94، وطبعا الحكم الشهير بيتروس باتابيلا طبعا يعني كان هو في وجهه نظري كان نجم اللقاء يعني. طبعا نادي الزمالك طبعا ساعتها هو كسب 1-0، ولكن عارف اللي هو ايه من بعد المباراه دي، طبعا المباراه دي كانت هي برضو الشباب الصغير ربما مبقاش عنده المعلومه دي، المباراه دي يا جماعه كانت هي السبب في النادي الاهلي ما يلعبش لمده اعتقد 4 سنين، 4 أو 5 كمان. لا اللي رجع 98. أربع سنين، فضلنا 4 سنين ما بنلعبش في أي بطولات أفريقية بسبب الكابتن صالح سليم الله يرحمه خد قرار بإن احنا ما نلعبش، لأن احنا البطولات ساعتها كانت ما فيهاش جوائز مادية، كان النادي الأهلي هو اللي بيتكفل يعني معظم تكاليف السفر للبطولات كلها لغاية الفاينل، لغاية الفاينل ساعتها كان ماتشين، وما بتاخدش أي عائد مادي، وكمان بتتظلم وبيحصل لك مشاكل في المباريات، فقال لك يعني بناقص. والمهم بعديها الحمد لله الكاف بسبب التصرف ده النادي الاهلي غير من نظام البطوله ولعبنا بقى بدور المجموعات، وبعد كده الحمد لله الحمد لله النادي الاهلي خد دوري الابطال 2001، ولعبنا ساعتها كايزر تشيفز في مباراه كاس السوبر في عام 2002. 2002 كانت في شهر فبراير بالظبط المباراه. اتفضل. طيب. قبل ما نكمل الجزء التاريخي محتاجين برضو نشوف الاعلام في المغرب بيتكلم ازاي عن مباراه الاهلي، وكيف رصدت الصحافه المغربيه والاعلام المغربي هذه المباراه، خاصه ان بتتكلم على مباراه شعبيه وجماهيريه وبالتاكيد هيكون فيها حضور اعلامي كبير جدا واهتمام اعلامي سواء في مصر او المغرب. لذلك في هذه اللحظات اذهب مباشره الى المغرب عبر السكايب مع الزميله الاعلاميه والصحفيه المغربيه هاجر باخكيك الصحفيه في موقع البطوله. مساء الخير يا هاجر. مساء الخير سعيد. أهلا. مساء الخير على كل المشاهدين. اهلا بيكي، بنرحب بيكي، وكريم سعيد ضيفي في البرنامج بالتاكيد برضو بيرحب بيكي وكل الساده المشاهدين. طيب هاجر شكرا عايز شكرا ليك، عايز اعرف من خلالك الاعلام المغربي والصحافه المغربيه
تناولها لهذه المباراة خلال الفترة الأخيرة وأبرز العناوين وأبرز المانشيتات اللي ممكن يكون الإعلام المغربي بيركز عليها في استعداد الرجاء لمواجهة الأهلي، وأيضا اسم الأهلي وشعبية الأهلي أمام الفرق المغربية. صراحة هي مباراة كبيرة ولا يمكن أن لا نتحدث عنها احنا كإعلام مغربي، خصوصا أن الطرفين ديال هذا المقابلة هما من أكبر الفرق الأفريقية، فريق الرجاء اللي هو كما نلقبه في المغرب الرجاء العالمي، الفريق العالمي، وفريق القرن اللي هو الأهلي. بالتأكيد ثلاث هذه الأيام تناولنا استعدادات فريق الرجاء الفريق الأخضر. هو كان في معسكر تدريبي لمدة 4 أيام بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، خاض مباراتين وديتين أمام فرق محلية، لأنه كان لمدة شهر تقريبا ما كانتش بطولة، لأنه المنتخب كان مشارك في بطولة كأس العرب، فما كانتش بطولة، ما كانش دوري محلي، فخاض هذه الاستعدادات بمعسكر تدريبي بوديتين ليكون جاهز إن شاء الله لمباراة كبيرة أمام فريق قوي وكبير مثل الأهلي المصري. أكيد. هاجر، طيب برضه عايز أتكلم معاكي على الانتدابات والصفقات اللي ممكن نادي الرجاء بسببها ما كانش عايز يلعب المباراة في التوقيت ده. هل القايمة أو الإضافات اللي كان عايز يضيفها الرجاء مش بنفس الكم أو الكيف اللي ممكن بالصفقات الجديدة اللي كانت تيجي في يناير اللي جاي، في ظل إن كمان كان في لاعيبة مشيت أو رحلت في الأيام الأخيرة؟ هو التأجيل اللي كان كيطالب به فريق رجاء ليس بسبب إضافة لاعبين جدد للقائمة أو شيء كهذا، هو كان كيطالب بالتأجيل بسبب تواجد الثلاثي المعروف من أبرز لاعبي الفريق اللي هما حارس المرمى زنيتي وحفيظي ونهيري في بطولة كأس العرب اللي كانوا مشاركين مع المنتخب المغربي. والسبب الثاني هو أنه كانت الحدود مغلوقة، فكان يصعب نوعا ما على فريق الرجاء التنقل إلى قطر لإجراء مباراة السوبر، فهذا هو السبب. بالنسبة للانتدابات فمن المنتظر أن يضيف فريق الرجاء إلى القائمة ثلاثي اللي انتدبهم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ويتعلق الأمر بالمهاجم مصطفى كوياتي وحميد أحداد وكذلك المدافع جمال حركاس. هذا من المنتظر أن يضيفهم إلى القائمة بالإضافة إلى اللاعبين المعروفين ديال الفريق والثلاثي الموجود حالا في قطر. أكيد. طيب برضو جزئية تانية، فكرة أن فريق الرجاء عقب عودة بعثة المنتخب المغربي من الدوحة اتفاجئ أن عنده مباراة، أو الرابطة حددت أن في مباراة النهاردة يوم الجمعة، رغم أن الفريق المفروض كان هيسافر النهاردة وأجل سفره لبكرة. المدرب البلجيكي كمان يمكن منح اللعيبة فرصة أن هم يخرجوا من المعسكر عشان يجهزوا نفسهم للسفر بكرة. هل كان في صعوبة أن المباراة دي ما تتلعبش أو كانت لازم تتأجل؟ ويعني إزاي حصل أن في مباراة اتبرمجت فجأة قبل ما الفريق عنده لقاء السوبر أمام النادي الأهلي؟ بصراحة هي كانت مباراة مفاجئة وغير متوقعة بالنسبة لفريق الرجاء، لأنه كان من المقرر أن يسافر اليوم إلى قطر تأهبا لمباراة السوبر، لكن إقصاء المنتخب المغربي من بطولة كأس العرب هي التي عجل هذا الإقصاء، هو عجل باستئناف الدوري المحلي، وبذلك تمت برمجة مباراة الرجاء أمام حسنية أكادير. إذا أجلت هذه المباراة فسيكون الرجاء أمام مشكل كبير مستقبلا، مؤجلات كثيرة مثل السنوات السابقة كان يعاني من هذه المشاكل كثيرا، لذلك تمت برمجة هذه المباراة وستلعب اليوم مساء اليوم، وغدا إن شاء الله السبت ستشد بعثة الفريق الأخضر الرحال إلى قطر بعد هذه المباراة إن شاء الله. طيب بعثة الفريق الأخضر هتسافر بكرة، هل في وفد إعلامي مسافر مع البعثة؟ هل في حضور جماهيري ومسافرين مع البعثة؟ لأن بالتأكيد أنا عارف إن في غلق في مسألة الطيران والسفر، فرحلة خاصة، هل في مرافقين مع البعثة ولا الفريق فقط اللي على متن الطائرة؟ صراحة لا شيء مؤكد، الإعلام لا شيء مؤكد. بالنسبة للجماهير على ما أعتقد ممنوع، لأنه من الصعب تم تأمين الرحلة لفريق الرجاء، تم تأمين سيذهبون عبر طائرة خاصة على ما أعتقد تم تأمينها من طرف اتحاد الكرة المغربي رفقة إدارة الرجاء، ف
فمن الصعب انتقال الجماهير على ما أظن بعثة الفريق وحدها ستنتقل إلى قطر. طيب توقعاتك أنت بقى للمباراة، شايفة المباراة ممكن تكون مباراة فنية لأعلى مستوى، ولا الإعلام كمان معاكي في المغرب شايف إن المباراة ممكن تكون يعني 50-50 لكلا الفريقين؟ بالتأكيد إذا 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 كنت سأقول زعما غادي تكون الرجاء هو الذي سيفوز أم الأهلي، سأكذب وصراحة 50-50، لأن الرجاء فريق قوي، فريق الألقاب، فريق حقق ألقاب قارية ومحلية، هو معروف على المستوى العالمي الآن. فريق الأهلي كذلك هو معروف بالألقاب القارية، دوري أبطال أفريقيا ولا كأس السوبر ولا هي صراحة ننتظر ندية كبيرة في هذه المباراة، ننتظر فرجة، ننتظر كرة حقيقية بين فريقين من أكبر من أعرق الفرق الأفريقية، وإن شاء الله كما يقول المثل الفرنسي كل ميغ غان، الأفضل الفريق الأفضل والذي سيقدم مستوى جيد في المباراة هو الذي سيتوج باللقب إن شاء الله. هاجر أنا بشكرك ومداخلة موفقة معنا، ودايما كل التوفيق للإعلام والأشقاء في المغرب، ونشوف مباراة كبيرة للفرقتين يعبروا عن قوة الكرة العربية بالتأكيد في القارة الإفريقية. شكرا لك محمد وشكرا على الاستضافة، وإن شاء الله مرة أخرى بإذن الله. هاجر بخيك الزميلة الإعلامية والصحفية بموقع البطولة المغربي، بشكرك شكرا جزيلا. كريم كلام متزن وفي نفس الوقت متابعين بشكل جيد جدا لفرقه الاهلي، وبرضه اكدت بعض التفاصيل الخاصه بفريق الرجاء. اكيد طبعا احنا 100% بالتوسع الاعلام الرياضي المصري في السنوات الاخيره، فكل 100% من اخبارنا عند الاشقاء في المغرب، عند طبعا فرقه الرجاء. اعتقد فعلا ان الرجاء بيمر بمرحله واضح حتى في الكلام في عدم اتزان، فالفريق فعلا بيمر بمشاكل اداريه ومشاكل في جدول الدوري. هم طبعا عندهم مشكله بموضوع الماتشات المؤجله دي كتيره فعلا عندهم، فواضح كمان هناك الاتحاد يعني صارم جدا جدا في موضوع ان هو جدا ان هو تخيل زيلها في مصر ان هو صارم جدا. احنا يلا ما علينا، حصلت على فكره السنه اللي فاتت. ماشي ماشي بلاش تخش في الحته دي بقى. تمام. فهم هيلعبوا ماتش النهارده، اللي انا بشوفه بصراحه برضو كويس ليهم، بس طبعا حته ان هم هيسافروا بكره بطياره خاصه. طبعا انت عارف كان الرجاء عنده مشكله السفر. كان عنده مشكله كبيره جدا. دوله المغرب اعتقد كانت وقفت السفر بسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا، وبيحاولوا يشددوا من الاجراءات، لكن طبعا عشان ظرف المباراه واهميتها، والرجاء فعلا ما عندوش حل ثاني، لا تسافر لا تنسحب، ما كانش فيها يعني حل خالص. فاعتقد زي ما الزميله الاعلاميه قالت، الفريق هيسافر بكره وهينضم له 3 لعيبه موجودين في الدوحه، وان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله المباراه تبقى من نصيب النادي الاهلي. طيب قدامنا على الشاشه لقطات من خلاص توجه الفريق لاستقلال الطائره، عدد من اللاعبين حسام حسن، احمد عبد القادر، بيتسو موسيماني، وكيبي كيبي مخطط الاحمال موجود اهو، كمان سليمون محلل الاداء. يعني ان شاء الله باذن الله تكون سفريه موفقه. كابتن ماهر عبد العزيز المدير الاداري، طه طبعا احدى القائمين على مهمات داخل القطاع الكوره، وعمال غرف خلع الملابس. يعني اللحظات اللي زي دي يا كريم، واحنا بنتكلم برضو عن الجانب التاريخي، بتبقى لحظات مهمه في تفكير اي لاعب رايح يجيب بطوله، رايح يعمل انجاز جديد. حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، ياسر ابراهيم، عمار حمدي، اليو ديانج، نجم خط الوسط. لا انا من محبي بقى ان اللعيبه في الوقت ده تبقى يعني مصفيه ذهنها تماما، يعني استمتع بقى بالرحله، وكمان فكره انك مسافر مع صحابك في الفريق، فده اعتقد جزء من وقت الترفيه، لان فعلا وتوصل ان شاء الله بالسلامه تنام، لان اعتقد النهارده مش هيبقى في اي حصه تدريبيه النهارده. مفيش تدريب النهارده، فان شاء الله النهارده راح. لا بالظبط، بكره خلص، بكره بقى بنتكلم باقي 3 أيام أو 4 أيام فقط على المباراه، فلازم الكل في كامل تركيزه، لان فعلا زي ما قلت لك يا محمد التاريخ بيتكتب في الماتشات دي. حقيقي الماتشات دي تاريخ، مش اكتر منها ماتش ملعوب. النهارده واحنا بنيجي مثلا اهلي ونادي البركان، عمرنا ما بنفتكر في الماتش غير الاهداف واللقب. حقيقي. لكن ما بنفتكرش بقى احنا لعبنا بتكتيك ايه ولا عملنا ايه، لا خالص. ماتش النجم الساحلي، ماتش الجيش الملكي، كل الماتشات دي بتبقى ماتشات تاريخيه، بتتسجل في السي في بتاع اللاعبين والاجهزه الفنيه، والماتشات دي هي اللي بترفع اسم وتنزل اسم، فاهم قصدي؟ يعني اللعيبه لازم دايما يكونوا مركزين ان الماتش ده انا لازم اطلع فيه اقصى 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 ما يمكن، اضافه ان الماتش ده هيتلعب
في الدوله اللي لسه منظمه بطوله ناجحه جدا كاس العرب، والدوله المستضيفه للمونديال اخر السنه الجايه ان شاء الله. وبالتالي العالم كل يعني اعتقد المباراه دي هتبقى منقوله على شاشات دول كتيره وقارات كتيره، سواء في اوروبا او في امريكا الشماليه او الجنوبيه، وعشان اهميتها كمان اتنقلت لملعب طبعا اكبر، وملعب طبعا من ملاعب كاس العالم. بالظبط، انا بقول لك يعني الاهتمام الاعلامي، وخلي بالك برضه يا محمد الاهتمام الاعلامي بالبطولات والتنسيق ليها بيدي للمباريات رونق مختلف. يعني فعلا كاس العرب مش بس الفكره في الماتشات انها دربيات عربيه، لا الجمهور عامل اضافه، الجمهور والتصوير والملاعب والتصوير والاخراج وكل حاجه، كل ده شغل مش بسيط، كل ده مضفي حاله مختلفه على الامانه على اللي احنا بنشوفه مثلا في الدوره. الامانه الدوري السعودي عندنا يعني التصوير اختلف تماما، المدرجات بدات يعني لحد ما المسؤولين الحمد لله فعلا مشكورين بيدخلوا 1000 2000، هو بس يتبقى عامل واحد بس في الدوري المصري لو اتعدل اتعدل حاجه كويسه قوي. احنا شفنا جزء منه في البطوله يعني اتمنى نستعيد يعني ناخد بس منهم جزء كده شويه، ولو ان النظريه دي خد بالك شفناها في نصف النهائي تحس كده ان في حاجه ال 18 دقيقه هو حد سافر ولا ايه؟ طيب نرجع بقى للجزء التاريخي واللحظات اللي احنا عشناها في كاس السوبر يا كريم. كنا وصلنا لغايه كاس سوبر 2002 مع كازا تشيفز، طبعا المباراه اللي كابتن سام حضري حط فيها الهدف الشهير من نص الملعب، وبعديها طبعا جه بقى مانويل جوزيه ووضع يده يعني قلبا وقالبا على كل بطولات افريقيا من 2005، وكانت طبعا المواجهه بقى اول مواجهه لينا مع الانديه المغربيه في 2006. ده اعتقد ده ماتش كايزر تشيفز، ده خالد بيبو، وده الهدف الاول في ماتش كايزر تشيفز كسبناه 4-1. و ساعتها مانويل جوزيه عمل حركه حلوه قوي فنيه اللي بيحبوا التحليل يعني. قال لك ايه بقى؟ قال لك كايزر تشيفز ساعتها كان بيلعب فعلا، كان بيلعبوا تيكي تاكا، كان بيلعبوا كوره على الارض. قال لك خلاص بقى نقعد بقى يعني نوجع دماغنا معاهم ليه؟ سيب لهم الكوره. الاستحواذ في الماتش ده كان لكايزر تشيفز واحنا كسبنا 4-1 من المرتدات. مظبوط، المرتدات عاد نعمل على المرتدات. ده هدف حسام غالي، ده حسام غالي وده هدف حسام الحضري، حسام الحضري من نص الملعب يعني هدف اسطوري بصراحه يعني. وده الهدف الرابع اعتقد كابتن سعد حفيظ، كابتن سيد تمام ايوه صح. فواحده الماتشات الجميله طبعا كسبناها 4-1، ولغايه لما وصلنا بقى 2006 ولعبنا الجيش الملكي المغربي في اول مواجهه رسميه ما بين النادي الاهلي ونادي مغربي على بطوله كاس السوبر. والمباراه دي على فكره كانت بعد على طول فوزنا على طول بكاس الامم، يعني كنا كسبنا كاس الامم ولعبنا على طول ماتش الجيش الملكي المغربي. كان ماتش غريب جدا يعني، حضرت ماتش في الاستاد، ماتش غريب جدا، النادي الاهلي ضيع فرص غير طبيعيه يعني مش ممكن، والجيش الملكي مضيع فرصه قدامنا هو ركلات الجزاء الترجيح. الجيش الملكي ضيع فرصه في الدقيقه 119، كان ساعتها الكابتن شادي محمد شال الكوره من على خط الجون، والحمد لله ربنا وفقنا ساعتها وكسبنا البطوله في 2006. وبعد كده بقى لعبنا 2007 النجم الساحلي، المباراه كنا لسه بنتكلم عليها، واحده من اسوء الماتشات ممكن تشوفها في حياتك على ملعب من اسوء الملاعب، كان ملعب سيء جدا في اثيوبيا، وبرده انتهت بالتعادل السلبي. وفي الاخر النادي الاهلي برده الحمد لله توج بالبطوله. عايز اقول لك في الفتره دي عيسى حياته ما كانش وراه حاجه غير ان هو يسلم كل سنه كابتن الاهلي كاس. ده كابتن عماد النحاس بيحط الضربه الترجيحيه الحاسمه قدام النجم. لدرجه ان جفت 2008 قال لك بقى ده بلدي، قلت الكاميروني فسلم الاهلي البطوله من هنا. لا وليه ما جم في 2007 بعتوا لنا العرجونيا، يلا ما علينا. المهم فكان بطوله النجم الساحلي في 2007، والحمد لله برده ساعتها توجنا بيها. بعد كده لعبنا الصفاقسي في 2009، مباراه كانت غريبه جدا، كان غايب عننا نجوم كتيره، اعتقد ساعتها كان بوتيكا غايب للاصابه، كان في لعيبه مجموعه كتيره غايبه عن النادي الاهلي، فلافيو وجيلبرتو بقى الثنائي، فاكر بقى الثنائي كانت ثنائيه جميله جدا وهجوميا، كانوا هم متفقين دايما في الضربات الثابته لو نفتكر، كان على طول جيلبرتو بيحطها لفلافيو على القريبه، ونجح النادي الاهلي في المباراه دي انه يكسب الصفاقسي 2-1. احنا لعبنا الصفاقسي مرتين في السوبر، دي كانت اول مره كسبناهم 2-1، وبعد كده لعبنا ليوباردز بقى الاول مع كابتن حسام بدري في 2013، مظبوط في برج العرب، وكسبنا 2-1. كان ساعتها اعتقد رامي ربيعه حط هدف من تسديده من خارج منطقه الجزاء، كانت تسديده حلوه قوي. وفي 2014 بقى لعبنا الصفاقسي تاني في السوبر، كان ساعتها علي معلول
كان مع نادي مع الصفاقسي وكان معاهم فخر الدين بن يوسف اول ما طلع في الكره التونسيه. فخر الدين بن يوسف يا جماعه كان بدايته كان ممتازه جدا، كان فظيع في الصفاقسي، كان مرعب. وطلع من الصفاقسي على فرنسا، يعني هو طلع من الصفاقسي على فرنسا ومن فرنسا رجع على الترجي، ومن الترجي بعد كده بقى راح الخليج، واعتقد بعد كده انتقل للخليج، بعد كده رجع الاسماعيلي، وبعد كده بيراميدز. مباراه كانت مباراه حلوه قوي قوي، والنادي قدر ساعتها النادي الاهلي يكسب 3-2 في مباراه شهدت اعتقد تالق لعمرو جمال في 2014. احرز هاتريك اعتقد في المباراه دي عمرو جمال، او احرز هدفين اعتقد، هدفين. كان والهدفين بتوع الصفاقسي، علي معلول جاب فينا هدف، وفخر الدين بن يوسف جاب هدف. بعد كده لعبنا بقى 2015 اللي هي مباراه الامانه غريبه قوي، يعني خسرنا كاس السوبر ده قدام فاق الصيف بركلات ترجيح، لكن كلنا ما بنفتكرش في الماتش ده غير هدف عماد متعب اللي هو كان في الدقيقه 93، يعني كان هدف حاسم، هو هدف التعادل يعني. يعني ما بفتكرش ان احنا خسرنا الماتش ده، بفتكر ان احنا هو الكره الماتش كله انا فاكر وقتها ما كانش فيه غير الجون ده. ايوه بصراحه كان جون جميل جدا في الدقيقه 93، وعادت كابتن عماد متعب في الاهداف الحاسمه. بس ثم 2021 بالظبط كده اخر مباراه خالص قدام نهضه بركان، لان احنا قعدنا فتره ما بنكسبش دوري الابطال لغايه الحمد لله لما ربنا وفق النادي الاهلي في 2020 لما كسب نهائي القرن قدام نادي الزمالك، وبعد كده لعبنا نهضه بركان في دوحه السنه اللي فاتت مباراه شهيره طبعا، وهدف محمد شريف وصلاح محسن بالتاكيد لا يغيب عن المباراه القادمه. اذا المباراة القادمة إن شاء الله هي المباراة رقم 30 في كأس السوبر الإفريقي، وإن شاء الله بإذن الله يكون الأهلي موفق في المباراة رقم 30، يحرز البطولة رقم 8 في كأس السوبر الإفريقي. ألقاب قارية عديدة جدا، أي نادي عشان يقرب بس من أرقام الأهلي محتاج سنين يشتغل عشان يقرب بس من نص هذه الأرقام. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض، لسه عندنا الجديد والمزيد من كواليس سفر الأهلي إلى الدوحة استعدادا لمواجهة الرجاء على كأس السوبر الإفريقي. احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا، الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها، بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال، الضربة القاضية هتتشال، الاهلي معلم اجال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا، اللعبة احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا، الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها، بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال، الضربة القاضية هتتشال، الاهلي معلم اجال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. اهلا بحضراتكم من جديد، وما زالت التغطيه مستمره لرصد كواليس واخبار بعثه الاهلي قبل السفر الى قطر استعدادا لكاس السوبر الافريقي،
وزي ما شفتوا معانا منذ لحظات لقطات مهمة جدا ووصول الكابتن محمود الخطيب إلى صالة السفر استعدادا بالتأكيد لرئاسة البعثة اللي هتتجه بعد لحظات قليلة إلى الدوحة. وكانت بالتأكيد قدامنا في هذه اللقطات الخاصة والحصرية على شاشة قناة الأهلي اجتماع سريع كده في حضور دكتور أحمد أبو عبلة طبيب فريق النادي الأهلي وأيضا محمود متولي أحد أبرز لاعبي النادي الأهلي واللي بالتأكيد بيواجه سوء حظ خلال الفترة الأخيرة وتعرض لإصابة منعته من المشاركة في المباراة القادمة، ولكن نتيجة طبعا بالتأكيد الأهلي مسافر للدوحة وفي بالتأكيد إمكانيات طبية هناك على أعلى مستوى أكاديمية سباير والمراكز الطبية المتميزة. وزي ما قدامكم على الشاشة هو خلاص وصول الكابتن محمود الخطيب والاستعداد إلى السفر، كان بالتأكيد جلسة مهمة جدا منها رفع الروح المعنوية لمحمود متولي وأيضا كمال الاطلاع على آخر الترتيبات الخاصة لخضوع اللاعب لفحص طبي هناك في الدوحة والإطمئنان من خلال دكتور أحمد أبو عبلة طبيب فريق النادي الأهلي. كريم، صورة على فكرة مهمة جدا والصورة بخبر، يعني الصورة دي يعني وضحت لنا خبر مهم جدا خاص بسفر محمود متولي. أكيد طبعا، لا يعني أهمية الصورة الاطمئنان اللي بيقدمه الكابتن محمود الخطيب لمحمود متولي، فعلا زي ما قلت لك يا محمد من شويه ما حدش هيحس احساس اللاعب اللي هو فيه بامانه، موضوع صعب يعني انت غايب فتره طويله وبتبدا تقول بسم الله الرحمن الرحيم في اول ماتش ودي بتلعبه وبتتحرك في الملعب، وانت طبعا اي لاعب مصاب اي رياضي بيبقى مصاب ويرجع كمان بيبقى لوحده حذر، يعني بيحاول يتحرك بحذر، انت بقالك فتره ما بتلعبش، فلك انت تخيل محمود متولي بعد ما بيلعب 20 او 25 دقيقه بيبدا يشتكي تاني. فانا اللقطه دي اهميتها فعلا في الشق المعنوي، ان فعلا ما تقلقش وهنطمن عليك، وكمان سفر يعني النهارده النادي الاهلي بيقدم فعلا مسج ورساله حلوه ان انت ازاي بتقف مع اللاعب بتاعك لاقصى درجه. يعني النهارده محمود متولي هيسافر مش هنشاف المباراه زي انت ما قلت، لكن عشان يتم عرضه طبعا اكاديميه اسباير لها من الشهره ومن الاجاده في الامور الطبيه اللي بيخلي لاعبين عالميين بيروحوا عشان يعني يخضعوا للفحص الطبي او حتى الاستشفاء التاهيل كمان. التاهيل والاستشفاء هناك في اسباير طبعا على اعلى مستوى، وكمان بيتفوق على بعض الاكاديميات وبيتفوق على بعض المراكز الطبيه في اوروبا باذن الله. باذن الله ان شاء الله محمود متولي فعلا امانه كلنا يعني انا مستوى شخصي متعاطف معاه جدا، يعني انا واحد بلعب تنس طاوله لما جت ايديا بمجرد بس اتكسرت وبعدت عن الحاجه اللي انا بحبها لمده 4 أو 5 شهور فعلا ما كنتش يعني مش طايق حياتي. ده كان تتخيل بقى يعني، وفي تنس طاوله مش اكل عيشي، ده كان تتخيل لاعب ده اكل عيشه، يعني ده اكل عيشه بقى له فتره طويله. فان شاء الله يا رب باذن الله تبقى السفريه دي نرجع بيها بكاس البطوله وباذن الله محمود متولي يطمن على نفسه. طيب احنا اتكلمنا فنيات ورحنا شفنا الاعلام في المغرب بيركز على ايه وجبنا كل الكواليس، محتاجين بقى نشوف الجمهور وده جزء اساسي. احنا بنتكلم على الجمهور الاهلي هو اللاعب رقم واحد في اي مباراه بياخدها الاهلي سواء داخل مصر او خارج مصر، لذلك اروح مباشره عبر الهاتف مع المستشار حسام ابو العلا رئيس رابطه مشجعي النادي الاهلي في الدوحه. معالي المستشار تحياتي ليك وتحيات ضيفي العزيز الاستاذ كريم سعيد لحضرتك. اهلا بيك وسعداء دايما بوجودك معانا ومستنيين منكم كتير بقى خلال الفتره اللي جايه زي ما انتم معودين على طول. حبيبي محمد اهلا وسهلا بيك وبرحب بحضرتك وبرحب بالاستاذ كريم. اهلا وسهلا، اهلا بيك منورنا. اهلا بيك الله يخليك، وطبعا سعيد ان انا موجود مره ثانيه في قناه بيتنا الكبير. الحمد لله رب العالمين. محمد زي ما انت عارف ان احنا دوحه وشها حلو على الاهلي، حققنا برونزيه العالم السنه اللي فاتت وحققنا السوبر الافريقي السنه اللي فاتت، وان شاء الله كلنا امل بامر الله بدعم الجماهير هنا في قطر جماهير النادي الاهلي العريضه في قطر ان احنا نحقق السوبر السنه دي ان شاء الله. طيب عارف ان انتوا الفتره اللي فاتت كان عندكم شغل كبير قوي وتنسيق لتشجيع منتخبنا الوطني، وبجد احنا بنشكركم على المجهود الكبير اللي قمتوا بيه والتنسيق مع السلطات هناك قبل كل مباراه، بغض النظر عن الاحداث الخاصه بقى بحجز التذاكر من خلال الفيفا واللي حصل في مباراه مصر وتونس، لكن ازاي بقى في ظل انشغالكم بتشجيع المنتخب بتحضروا لاستقبال بعثه الاهلي والحجز التذاكر لمباراه الاهلي والرجاء ان شاء الله؟ الحمد لله محمد، انا دايما بحاول اكرر الكلمه اللي كنت بقولها لك دايما انه ما يليق بالاهلي وجماهيره ولا يليق بغيره، واحنا الحمد لله منظمين جدا وعارفين احنا من اول ما عرفنا ميعاد المباراه يوم 22 واحنا في خليه نحل وفي كوادر مختصه بموضوع الاهلي ما لهاش علاقه بالكوادر اللي بتشتغل في البطوله العربيه لمنتخب مصر،
وبدانا نشتغل على ده. وكان طبعا انت عارف ان احنا الايقونه بتاعتنا رقم واحد هي الثالثه شمال. فبالتواصل مع الجهات المعنيه واللجنه المنظمه بفضل الله اول حاجه عملناها ان احنا حجزنا الدرجات الثالثه شمال كامله لجماهير النادي الاهلي. بعد كده انتقلنا بقى لموضوع الاستقبال. طبعا الاستقبال كان فيه بعض الصعوبات ان احنا ناخد موافقات لانه في الفتره الاخيره وسبب وجود البطوله العربيه هنا والحضور الجماهيري الكبير جدا في يعني تزايدت عدد الاصابات كورونا في الفتره اللي فاتت فكان في صعوبه وبالتالي كان صعب ان احنا نفتح الاستقبال بشكل كامل. ولكن الحمد لله خدنا موافقه على الاستقبال ولكن والترحيب بالنادي الاهلي بطريقتنا اللي تعودنا عليها ولكن بكوادر معينه اللي هي كوادر الثالثه شمال اللي هترحب بالفرقه ونعمل ان شاء الله استقبال اسطوري كما تعودنا بامر الله رب العالمين باذن الله. طيب التذاكر اللي اتطرحت هل عند حضرتك فكره بالارقام او عدد الحضور في هذه المباراه؟ هل هيكون في فصل ما بين الجماهير ولا الوضع حجز التذاكر ازاي من خلال الكاف مع اللجنه المنظمه المحليه؟ هو بالفعل طبعا احنا عارف الاول كان المقترح استاذ جاسم بن حمد ولكن بطلب مننا الحمد لله تم نقل المباراه لاحد استادات كاس العالم اللي هو استاد احمد بن علي. كان طلب منكم اللجنه المنظمه. الحمد لله ده من اول لحظه خالص حتى قبل ما يعلن عنها في الميديا يعني. والحمد لله طبعا نظرا لعدد جماهير الاهلي كبيره هنا وبننتظرها احنا صراحه حاجه تاريخيه لما يكون الاهلي معانا هنا. فالحمد لله باستجابه وطبعا ده حتى في حد ذاته اضافه للجنه المنظمه هنا واللجنه العليا للمشاريع والارث ان وجود النادي الاهلي في محفل عالمي او يكون جزء من او يعني يوم بالبطوله او يلعب المباراه على احد ملاعب كاس العالم. فكان الموضوع سهل ما كانش صعب ولا حاجه والناس مرحبه جدا بالموضوع ده وبالفعل تم التعامل مع الموضوع مباشره. جينا بعد كده الموضوع التذاكر السعه في الاستاد هي 40% طبعا هي ساعة كاملة إن شاء الله بأمر الله في ضوابط معينة للحضور اللي هو اللي حاصلين على جرعتي التطعيم والأطفال الأقل من 12 سنة هيعملوا مسحة أو بي سي آر قبل الدخول. بالنسبة لتقسيم الملعب فعلا تم تقسيم الملعب ما بين جماهير الرجاء وجماهير النادي الأهلي بالنص بالظبط. إحنا خدنا كرابطة خدنا مدرجات ثالثة شمال كاملة وباقي مدرجات النادي الأهلي تم طرحها أونلاين النهاردة الساعة 12 الظهر والنهاردة وفي اللحظة اللي بكلمك فيها كل ما طرح اونلاين تم حجزه تماما من جماهير النادي الاهلي. في بعض البلوكات هيتم طرحها بكره وبعده خلال الايام الجايه باعداد معينه بالاضافه ان احنا هنبدا نسلم الناس تذاكرها في الثالثه شمال خلال الكام يوم الجايين ان شاء الله بامر الله. طيب معالي المستشار وانت معايا على الهواء بالتاكيد مش عارف قدامك الشاشه ولا لا احنا جايبين لقطات من استقبالكم لبعثه الاهلي في كاس العالم للانديه اللي اتلعبت خلال الشهور القليله الماضيه في الدوحه. هيبقى المشهد قريب شويه ولا في حاجه مختلفه؟ محمد احنا بننافس نفسنا، الاهلي دايما بينافس نفسه، جمهوره بينافس نفسه. احنا هدفنا ان احنا زي ما عودنا الاهلي وعودنا جماهيرنا ان احنا نحقق تاريخ في الاستقبال زي ما هو في تاريخ في البطولات، فان شاء الله بامر الله النهارده كمان يكون تاريخ جديد يضاف لاستقبال النادي الاهلي او استقبال جماهير الاهلي للفرقه ان شاء الله بامر الله. بامر الله يكون بنفس الشكل وافضل علشان في قبل اي شيء يليق بالنادي الاهلي ويليق بالجماهير. الدخلات هيكون فيها مفاجات بدون الدخول في تفاصيل انا عارف. ان شاء الله. هو طبعا برضو اللي بحب اقوله لك وده يطرح لاول مره احنا حاول الحمد لله اخذنا موافقه على الدخلات بس طبعا بضوابط معينه وبشكل معين وبديزاين معين علشان الدخلات اللي بحجم كبير هيكون برضه فيها مشكله الاشتراطات الصحيه وكده ولكن خدنا موافقه على الدخله والحمد لله تم الانتهاء من الديزاين وجري العمل على تنفيذه الان وان شاء الله يكون فيها مفاجاه بس هو المفاجات هي عباره عن رسائل احنا بنوجه رسائل لفرقتنا ورسائل للعالم كله من خلال مدرجات الثالثه شمال فان شاء الله بامر الله الرساله بتاعتنا هتكون رساله مفاجاه للفرقه وتحفيزية وإن شاء الله بأمر الله يعني كلها أثر إيجابي على الفرقة وعند الجماهير. معالي المستشار حسام أبو العلا رئيس رابطة مشجعي الأهلي في قطر بشكرك شكرا جزيلا وموفقين ومنتظرين بقى النهاردة في الوصول نشوف مفاجآت زي ما أنتم معودينا دايما كل التحية والتقدير ليك ولكل الأهلاوية في قطر. شكرا جزيلا ليك. كريم معالي المستشار اتكلم في نقط مهمة جدا قال لك الساعة الكاملة للاستاد الجمهور خد الثالثة شمال بالكامل
وباقي المساحه هيتم توزيعها ما بين جماهير الاهلي والرجاء. طبعا المباراه اكيد انت عارف ان يعني ما بين فرقتين عندهم قاعده جماهيريه كبيره، يعني الاهلي طبعا يعني حدث ولا حرج في قاعده جماهيريه في العالم كله، والرجاء برضو واحد من الانديه الكبيره في افريقيا، جمهوره وجمهوره قوي كمان. جمهور الرجاء جمهور كبير ومحترم. في الناحيه التشجيعيه كمان في الملاعب طبعا، من الناحيه التشجيعيه والناحيه التنظيميه جمهور الرجاء طبعا واحد من اكبر الجماهير في القاره، وبالتالي الحمد لله ان السيد مشار اكد لنا يعني عارف شيء مهم انك تنظم العمليه الجماهيريه والحضور وكل حاجه متقسمه عشان ما يحصلش مشاكل زي اللي احنا سمعناها الامانه في مباراه الفيفا وحجز التذاكر مصر وتونس. كانت برضو الامانه اخبار مش حلوه ومش طيبه ان انت يعني يبقى في تفاوت في اسعار التذاكر ما بين هنا وهنا طبعا، كانتش لطيفه يعني. عامه ان شاء الله باذن الله نشوف يوم الاربعاء ماتش حلو يبقى شكله حلو وماتش ديربي عربي افريقي، وان شاء الله يكلل في النهايه باذن الله باذن الله. طيب. بفوزنا الاهلي. والصوره الحلوه قدامنا على الشاشه اهو، في ابتسامه بيتسو موسيماني دكتور احمد ابو عبله الجهاز الطبي، شفنا من لحظات قليله كابتن محمود الخطيب الكابتن سيد باقي افراد البعثه، خلاص هو الفريق دلوقتي في الطياره يا جماعه، يعني دقائق بسيطه يعني، وان شاء الله الطياره تتحرك بقى وتتجه نحو او صوب الدوحه وتكون بقى بدايه المشوار ان شاء الله باذن الله. طبعا اتمنى النهارده اليوم بقى يبقى يعني استرخاء تام لكل البعثه على ان شاء الله باذن الله باذن الله الشغل عم حارس التاريخ الشغل يبدا بكره باذن الله باذن الله ان شاء الله. عم حارس جزء من تاريخ الاهلي طبعا، صح طبعا طبعا. لا يعني عارف اللي هو ايه يعني الوش اللي انت متعود عليه كمان في انتصارات النادي الاهلي وشغل النادي الاهلي، وحتى برضو والله انكسارات النادي الاهلي تلاقي عم حارس برضو يعني عارف اللي هو ايه بيديك الاحساس ان هذا الرجل شال كتير قوي من معاه من تاريخ النادي الاهلي زمان. كان اعتقد كان برضو كان معانا حمدي مكرونه، كان وش مألوف دايما، كنت تحب تشوفه دايما مع الفريق، وان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله البعثه دي ترجع يوم الخميس وهي مع الكاس باذن الله. محمد محمود اهو في لحظه التحيه والسلام مع الاسره والعائله طبعا، كان عامل اهو مداخله كده في الطياره قبل ما يسافر ان شاء الله. قدامنا حمزه علاء اهو، دكتور وفائي، محمود متولي، الف مليون سلام عليك يا محمود وهترجع افضل من الاول باذن الله وكلنا في ظهرك ومعاك، وعلي لطفي ومصطفى شوبير وباقي افراد البعثه. والرحله خاصه كمان دي مهمه عشان الاجراءات الاحترازيه كمان يا كريم. طبعا اكيد طبعا، شيء مهم جدا زي برضو الاستاذ مشار برضو قال كلام مهم لازم ما نفوتوش يا محمد، ان واضح طبعا في بطوله العرب في تعداد كبير كان موجود في المباريات، فواضح ربما يكون في بعض الزياده في نسبه الحالات الاصابات انها تكون شطره خفيفه يعني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان يعني امبارح كل التاكيدات العالميه ان المتحور الجديد مش قوي مش زي دلتا الحمد لله يعني هو منتشر بينتشر بسرعه لكن مش بنفس القوه مش بنفس الشراسه اللي كان عليها دلتا اللي هو كان متحور الاشرس لفيروس كورونا. فان شاء الله باذن الله نعدي بس الثلاث شهور دول، طبعا الفيروسات بتنشط في الشتاء اكتر من الصيف يعني، فباذن الله باذن الله العالم كله ومصر وان شاء الله كل الناس تبقى بخير وما نرجعش للايام اللي شفناها في بدايه انتشار فيروس كورونا، رغم للاسف ان كل الاخبار اللي جايه من انجلترا اخبار مش ده الحاله في انجلترا اصعب، وعايزين ياجلوا كاس افريقيا في الكاميرون تخيل يعني الوضع ما هو بص هو طبعا بص خلي بالك الوضع فعلا صعب يعني انديه فعلا طالعه من سنه خسائر ماليه يعني سنه كورونا على الانديه والرياضه في العالم كلها محمد، وعندنا فاكر الحلقه اللي عملناها مع بعض لما اتكلمنا على خسائر كورونا والخسائر الاقتصاديه ساعتها لما كنا بنجيب تدريبات بايرن فاكر كانوا بيتدربوا من البيت والنادي الاهلي فاكر ايام كانت صعبه فاكر الايام دي. طيب طبعا طبيعي الناس كلها بتحاول تحط محاذير شديده، والحمد لله النادي الاهلي طبعا من صفوه الانديه اللي بتراعي ده، والشباب مسافرين الحمد لله في طياره خاصه، وباذن الله باذن الله باذن الله نروح سلام نرجع بالكاس ونرجع سلام باذن الله ان شاء الله. لويس ميكيسوني واليو ديانج كهربا يعني على فكره في اوقات كتير جدا بتبقى في لعيبه وهي على الطياره بتفتح تتفرج على الماتشات، ده بقى اللي هو عارف بقى اللي هو ايه يعني ايه اللابتوب انا شفت كذا لاعب بيعمل ده على فكره ده اللي بيجيب امتياز ده كهربا طاهر بالظبط كده. اللحظات اللي زي دي بيبقى خلاص بقى اللاعب زي ما قلت لي بيفصل وبيبدا يركز بقى. بص هي قرارات زي ما انت قلت في لعيب مثلا محلل اداء بيجي يقول له بص خلي بالك مثلا ماتش الرجاء اذا انت لعبت اساسي خلي بالك اللي قدامك ده الفلاشه بتاعت اللعبات بتاعته
تتفرج معاك 48 ساعة تتفرج عليها في الوقت اللي انت تحبه. يعني في لاعب يقول لك والله انا ما اعرفش اتفرج او ما اعرفش اذاكر وانا في الطيارة، احب ابقى قاعد في الاوضة ومعايا ورقة وقلم واتفرج عشان اعيد اللقطة وبتاع. في حد يقول لك لا ده الطيارة انا احب ان انا اضيع وقت السفر فان انا اتفرج على اللقطات وتحليل اداء اللاعب المنافس اللي انا هلعب قصاده. هي بتبقى اختيارات اعتقد شخصية للاعب، كل واحد وراحته. انت بترتاح تذاكر امتى؟ تذاكر في الطيارة ولا تذاكر وانت قاعد في اوضتك وقافل عليك بابك؟ وفي طبعا في لعيبة خلي بالك بتاخد نوتس، يعني يانز ليمن الحارس الالماني كان بياخد نوتس في اللعيبه اللي هتشوط عليه ركلات ترجيح، وكان بيحط كان بيكتبه وكان بيحط الورقه في الشراب. وفي لعيبه تحط ورقه في الجزم، يعني بحب افتكر فاهم. المذاكره دايما في اي حاجه، مش معنى احنا كبرنا مش هنذاكر، لا لا المذاكره دايما مهمه ودايما بتخليك فوكس وبتخليك مركز وبتخليك دايما يعني ايه، لو انت فعلا يعني ربنا سبحانه وتعالى وفقك في المذاكره وعرفت نقطه ضعف عند المنافس بتاعك، شيء جيد انك تقعد تذاكر فيها كل يوم عشان لما تيجي بقى اللحظه بتاعه المواجهه تبقى انت فعلا فاكرها بنسبه 100%. عشان فعلا انت عارف في الماتش يا محمد هي لقطات، هي لقطه ما فيش وقت فرصه، وهي تفاصيل صغيره كمان. بالظبط بالظبط، الماتشات الكبيره زي تبقى تفاصيل صغيره. حسام حسن وياسر ابراهيم، يعني عايز اقول لك يمكن من خلال متابعتنا دايما لكواليس الاهلي احيانا في ناس ما بتحبش الطيارات، طبعا، وفي ناس بتخاف من الطيارات، طبعا دول تلاقيهم دايما بقى ايه قاعدين ورا، طبعا عارف انت يعني ايه، مع ان ورا خلي بالك يعني برضو الطياره يعني في اخر الكراسي اللي ورا في الاير تريبلنس والمطبات الهوائيه صعبه اهي مرعبه بدات اهي بدات. بس انا يمكن اكتر من واحد كنت بساله دايما في الحاجات اللي زي انت ليه بتيجي تقعد ورا وبعد ما الطياره بتطلع وخلاص بتستقر في الجو بتطلع قدام، فيقول لك ما تطلعش ما تطلعش، السر هي بتبقى مساله خوف وقلق طب هو خلاص ده تحرك، خلاص ده تحرك تحرك طائرة وبعثة النادي الأهلي إلى قطر استعدادا للسوبر الإفريقي على بركة الله يا رب. إن شاء الله تكون رحلة موفقة، وإن شاء الله البعثة تعود يوم الأربعاء بالليل معها كأس السوبر. أولا طبعا الكل يرجع الحمد لله بحالة طبية وفنية وبدنية لأعلى مستوى، ويكون معهم الكأس، ويكون الجمهور فرحان ومبسوط. يعني إن شاء الله يكون النادي الأهلي بيعوض كل الجماهير المصرية في الدوحة بعد خروج المنتخب، يقدر الأهلي يسعد الجماهير إن شاء الله يوم الأربعاء. وده أعتقد ممكن يا كريم يكون جزء مهم جدا من رفع الروح المعنوية، إنك عندك تحدي إنك عايز تسعد كل الجماهير المصرية في الدوحة. بص هو الأمانة يعني الجماهير المصرية في الدوحة ما أسعدها في الفترة الحالية، يعني ان بتشوف منتخب بلدها، ودي نقطه يا محمد سريعا عايز اقولها سريعا. يعني يا جماعه لازم نخلي بالنا من حته مهمه قوي، الناس النهارده طبعا السوشيال ميديا مجمعنا كلنا كاننا قاعدين على قهوه، يعني مش فارقه ده في مصر ده في قطر ده في كازاخستان ده في تركمستان ده في اي حته اوضه وصاله. بالظبط، موضوع بسيط. لكن لازم تعرف حاجه بقى، ان اللي قاعد بره ده لما يروح له حد من بلده احساسه بيه مختلف تماما عنك انت في بلدك. يعني انت احنا هنا عايشين مع الاهلي وعايشين مع الكوره بتاعتنا وعايشين مع الاهلي والزمالك، نقدر نروح الماتش في اي وقت، نقدر نقابل اللعيبه في اي وقت. المغتربين احساسهم مختلف تماما، فالمغتربين ما بقاش عندهم نفس الايه ربما هقول الحماس الزايد او السخونيه الزايده اللي عندنا هنا، لا هناك الدنيا مختلفه. وعشان كده شيء جيد جاي جدا. انا متاكد ان يوم الاربعاء ان شاء الله في بعض من جماهير نادي الزمالك الموجوده في قطر هتروح تشجع النادي الاهلي. ليه الاحساس بالغربه ابعد بقى بكتير قوي، ابعد بكتير قوي. المغترب هو اللي ممكن يفهم كلامي، او اللي عاش في حياته جزء من الاغتراب. المغترب بيبقى نظرته للامور عايز اي حاجه تحسسه ببلده، عايز اي حاجه تخليه يفتخر، يقول لك ده نادي مصر امبارح لما بيروحوا الشيخ دانيوم. وطبعا انت عارف انك يعني الشركات انترناشونال بيبقى معاك جنسيه كذا جنسيه كذا جنسيه كذا، فلما تشوف مثلا صحابك المغاربه ده احنا امبارح برضو لعبناك وفريقنا كسب، تبقى حاجات لطيفه وحاجات يعني مهمه جدا ما حدش يحس بيها غير المختلف. فان شاء الله باذن الله انا حساسي يعني جميل المصيف الدوحه الامانه دلوقتي احلى اوقاتها. شافت منتخب مصر فتره مش قليله، 5 مباريات، وعندها النادي الاهلي ان شاء الله يوم الاربعاء، وباذن الله باذن الله باذن الله يا رب النادي الاهلي في مونديال الانديه، لا مونديال الانديه في اسف في الامارات قصدي، على كاس العالم ان شاء الله في نهايه السنه منتخب مصر باذن الله باذن الله يروح تاني ونشوف منتخب مصر بيلعب بقى في كاس العالم
الكبير مش كاس العالم او كاس العرب المصغر. بمناسبه المونديال انا عارف الناس بتتفرج علينا ومستنيه تسمع اي جديد، بس بصراحه لغايه اللحظه دي لا جديد، يعني زي ما احنا كاس الامم في ميعادها ومونديال الانديه في ميعادها. الكلام ده لمين؟ محمد سعيد اللي هو مسيطر تماما على كواليس اخبار الكاف في مصر، يبقى خبر خطير. لغايه اللحظه دي للاسف انا والله انا اتمنى اقول خبر الناس كلها تبقى سعيده بيه، بس للاسف لغايه اللحظه دي. والمشكله ان المواعيد دي لما اتحطت يا جماعه كانت باتفاق رسمي مع كل الاتحادات القاريه والاتحادات المحليه اللي الانديه بتاعتها بتمثلها في البطولات الدوليه، عشان الناس تبقى عارفه اللي بيحصل. الكلام ده ما جاش فجاه، لا، الكلام ده جاي بناء على اتفاق رسمي ما بين الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي وكل الاتحادات الاقليميه او الاهليه الوطنيه اللي بتمثلها انديتها في البطوله. لكن رؤيتك انت يعني ازاي نواجه التعارض ده، ازاي نحل التعارض ده؟ بص يا محمد، يعني واحنا بنتكلم الساده المشاهدين، خلينا مع الكلام الرسمي. الكلام الرسمي حياتي عندنا روايتين رسميتين. الروايه الاولى وهي ان البطوله في ميعادها، ودي وده الروايه الرسميه طالعه منين؟ من الكاميرون بالظبط. كل المسؤولين المتواجدين داخل الكاميرون داخل ياوندي كلهم بلا استثناء من جميع الجهات المختلفه كلهم بياكدوا ان البطوله في ميعادها، سواء كان المسؤول ده مسؤول كاف او مسؤول في الاتحاد الكاميروني او مسؤول من الشركات الراعيه للبطوله او حتى من الجهات الاعلاميه، كلهم بياكدوا الحكوميه والجهات الحكوميه كلهم بياكد. طيب في روايه اخرى بقى روايه رسميه نصها جاي من اوروبا والنص الاخر جه من الكابتن احمد مجاهد. الروايتين الكلام متفق على حاجه واحده، ان في حل لمشكله تعارض مشاركه المنتخب المصري في بطوله الكان ومشاركه النادي الاهلي في مونديال الانديه، للدرجه اللي اوصلت الكابتن احمد مجاهد انه قال رسميا في التصريح الرسمي ان المنتخب المصري هيلعب في الكان بكام النجوم والنادي الاهلي هيلعب في مونديال الانديه بكام النجوم، رغم احنا عارفين ان الاثنين متشارك بينهم كام يا جماعه؟ 7 لعيبه في مصر، 7 لعيبه، يعني مش بنتكلم حتى لعيب ولا اتنين اللي هو سبعة. ممكن يروح يستأذن المدير الفني يستأذن الحاج كروش يقول له والنبي سيب لنا الاتنين دول، لا دول 7 و7 سنين. فبالتالي انا بشوف ان ما زلت حاسس ان الكابتن احمد مجاهد كان صادق في مقاله، رغم ان هو ما كملش الوصف وقال ليس ايه ليس كل ما يعرف يقال. حلوه حلوه طلعت منه حلوه والله، هناخدها بعد كده دايما سلوجن. عارف انت يعني ايه تلاش؟ ماشي اوكي ما فيش، احنا مش قلقانين. انا يعني اصدق الراجل واحس ان هو عنده معلومه ربما بعض الاسباب الخاصه بيه ما تخليهوش يقولها، بس احنا مبسوطين من اللي هو قاله وبنشكره، وان هو كمان قالها في وقت كان في الحيره وصلت لنسبه كبيره، والامانه يعني هدأ من روعنا كلنا. فا اوكي احنا مستنيين، وامانه برضو عشان اكون امين جدا في الكلام، هو روايته بتتماشى مع كل الكلام اللي جاي من اوروبا. طيب هرجع لك تاني في الجزئيه دي، لسه الكلام في الموضوع ده طويل شويه. لكن اروح بسرعه الى الدوحه، هو لسه الفرقه ما وصلتش، الفرقه لسه في مطار القاهره. بس احنا دايما معودين الناس اللي احنا بنوصل دايما وبنعرف كل الاخبار والجديد، لكن من خلال زميلنا الصحفي والاعلامي الاستاذ محمد الجزار الناقد الرياضي بالتاكيد من الدوحه. استاذ محمد مساء الخير على حضرتك، وتحياتي ليك وتحيات الاستاذ كريم سعيد لحضرتك. اهلا بيك استاذ محمد سعيد، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدين قناه النادي الاهلي وايضا اخونا الكبير استاذ كريم سعيد. حبيبي يا محمد ازيك، وحشتني. دايما بخير. ازيك يا محمد، وحشتني جدا. ربنا يخليك، ربنا يخليك. الحمد لله بخير والله. تحياتنا ليك يا محمد، وعايزين نعرف منك بقى الجديد في الدوحه. طبعا الناس كلها مهتمه جدا بغدا المباراه النهائيه لكاس فيفا للعرب، مباراه مصر الساعه 12 مع قطر على تحديد المركز الثالث، وبعدها بساعات قليله جدا كل الاهتمامات هتكون على مباراه السوبر ما بين الاهلي والرجاء. فالاجواء عندك في الدوحه، الاهتمام الاعلامي، هل بدا الكلام على السوبر ما بين الاهلي والرجاء؟ الاخبار عندك، والنهارده كمان كان في مؤتمر صحفي لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني. الاهلي يخطو دائما الاضواء الحقيقه، رغم طبعا ان بكره الكل بينتظر. حلو العنوان ده. وبينتظر
وبينتظر المباراه مصر وقطر وتونس والجزائر. لكن النهارده وصول النادي الاهلي هو حدث الكل عمال يسالنا الاهلي جاي امتى، الاهلي اخباره ايه، النادي الاهلي جاهز، الاهلي بيستعد ازاي. يعني الحقيقه الحاله دايما حاله جميله جدا بيعملها النادي الاهلي في الدوحه بوجوده. بنقول طبعا في انتظار ابطال افريقيا وتوصلوا بالسلامه، والنهارده عيد بالنسبه لكل الاهلاويه وكل مشجعين النادي الاهلي في الدوحه. الحقيقه يعني باذن الله تكون فتحه خير كده وبدايه لبطوله جديده وانتصار جديد، والدوحه دايما وش السعد على الاهلي والاهلاويه. اكيد. طيب هل الصحافه في قطر بدات تتكلم على لقاء السوبر؟ هل الناس ابتدت تتكلم على نقل المباراه من استاد جاسم بن حمد الى استاد احمد بن علي؟ الحضور الجماهيري كان معانا منذ لحظات المستشار حسام ابو العيله وقال لنا بصراحه خبر اسعدنا، ال 40,000 والساعه الكامله في المدرجات هتكون للفرقتين والجماهير الفرقتين. يعني كل الاخبار دي بتدينا يعني مؤشر ان احنا رايحين على كرنفال وحدث كبير، رغم ان هي مباراه واحده من بطوله واحده، لكن حدث مش هيقل اهميه عن كاس فيفا للعرب. والله الحقيقه انا من خلال منبر قناه النادي الاهلي لازم اشكر المستشار حسام ابو العيله والكابتن سيمو والرجاله بتوع رابطه النادي الاهلي. للحقيقه بيحسسونا ان احنا برضو في البيت الكبير هنا في الدوحه، زي ما عندنا بيت كبير في الاهلي وفي الجزيره، عاملين مجهود كبير جدا. تجهيزات الجماهير النهارده، التذاكر انطرحت اونلاين، الكل بيترقب، الكل عايز يلاقي تذكره، عايز يستند النادي الاهلي. 40,000 متفرج وساعه كامله، اقول لك من دلوقتي ان شاء الله يا ابو فارس المدرجات هتكون فل، واللون الاحمر هيكون هو السائد ان شاء الله، لان زي ما قلت لك وجود الاهلي هنا بيكون عيد، سواء بقى مباراه واحده سواء بطوله. فان شاء الله باذن الله الامور تسير على ما يرام، والتحضيرات طبعا وصول النادي الاهلي في وقت مبكر اكيد شيء ايجابي، شيء هيعمل فيه اريحيه ودخول في اجواء قطر لحد موعد مباراه البطوله. صحيح الوقت الفاصل مش كتير، لكن ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يحقق الهدف المطلوب ان شاء الله، ويكون خلال الايام المتبقيه يكون جاهز ويستعد بافضل صوره لخوض هذه المباراه وتحقيق الفوز. زي ما قلنا لحضراتكم ان الجمهور بدا اقبال كبير جدا على التذاكر، التذاكر اللي انطرحت دلوقتي قبل شويه ما عداش مثلا نص ساعه ولقيناها خلصت، والناس بدات تسال هيطرحوا تذاكر تاني امتى. فالحقيقه كالعاده يعني موضوع الاهلي والحاله اللي بيعملها النادي الاهلي في اي مكان بيكون موجود فيه مش مستغرب. عايز اقول لك كمان ان العديد من الاشقاء القطريين بداوا يسالونا اخبار الاهلي ايه، الامور عامله ازاي، منتظرينكم، عارفين ان انتم هتعملوا شكل جميل بعد بطوله كاس العرب، والصوره الجميله جدا اللي قدمتها الجماهير العربيه بشكل عام والمصريه بشكل خاص. الكل بقى هيترقب ايه اللي هيعمله النادي الاهلي وجمهوره والشكل اللي هيقدمه ان شاء الله في مباراه كاس السوبر. سؤال اخير، بما انك دايما حاضر تدريبات المنتخب والمؤتمر الصحفي وقريب منك كواليس منتخب مصر، هل ممكن بكره كارلوس كيروش يغير في التشكيل يريح عدد من العناصر الاساسيه في الاهلي، ولا الرؤيه شايفها ازاي؟ والله هو كل اللعيبه موجوده، كل اللعيبه اتمرنت بجديه الحقيقه. موضوع التشكيل وايه اللي في دماغ كيروش الحقيقه انا ما عنديش معلومه مؤكده، لكن نتمنى ان شاء الله ان هو يدي الفرصه لاكبر عدد من اللعيبه يشاركوا، لكن ده برضو ما يمنعش الحفاظ على القوام الرئيسي، لان دي مباراه بتلعب على مركز ثالث ورابع، مباراه برضو مهمه، مش مجرد ان انت مباراه تجريبيه وخلاص، لا انت جربت كتير في المباراه اللي فاتت وتحملنا الكثير من التغييرات والكثير من عدم ثبات التشكيله. فاتمنى ان شاء الله يكون التعامل بجديه مع المباراه، ويمكن كنا بنتكلم مع كابتن وائل جمعه قال احنا مركزين واحنا هندخل المباراه عشان نحقق الفوز، وحتى كمان مستر كيروش في المؤتمر الصحفي دي كانت تاكيداته ان المباراه مهمه، بلعب مع بطل اسيا، بنخوض مدرسه جديده بنحتك معاها. فيعني ان شاء الله باذن الله لا التعامل مع الامور هيكون بجديه مش مجرد تجارب ومش مهم النتيجات. زميلنا العزيز الاستاذ محمد الجزار الناقد الرياضي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، وكل التوفيق ليك ولاسره طبعا بالتاكيد الجاليه المصريه في الدوحه. كريم كلام مهم جدا، انا حاولت اخد معلومه الحضور، يعني التشكيل ممكن يتغير، ممكن يريح، انت عارف جمهور الاهلي بيقول لك ما تريح اللعيبه بقى، ما انت عملت غير في التشكيل مش هيريح. لا بعد الضغوطات اللي حصلت عليه خلال اليومين اللي فاتوا بسبب ماتش تونس اعتقد لا واعتقد ربما كمان يعني يبدا يغير من قناعاته. يعني دي خلي بالك محمد نقطه مهمه جدا بالنسبه لنا. مين قرشة يغير قناعاته؟ يعني مهم. لا مهم ان هو يفهم ان في بعض الامور هو هيحتاج مثلا 3 أو 4 شهور عشان يستوعبها، احنا بنسهلها لك
المدرسة البرتغالية انت عارف وانا عارف. ما بص في الاخر في الاخر احنا فعلا عندنا مشكلة وقت. بمعنى ايه؟ خليني كلام بصراحة، اي حد حتى لو انت اعظم انسان في الوجود لما اخدك وحطك بكرة الصبح إيه انت مع شغلك في قناة الاهلي هنوديك تمسك سوبر سبورت في جنوب افريقيا، تبقى انت مذيع البرنامج الاساسي هناك، انت عشان توصل لنقطة التألق اللي انت وصلت لها في النادي الاهلي في قناة الاهلي هنا محتاج هناك وقت. ما ينفعش تروح بكره الصبح تقول لي ايه او انا اطلب منك انك تديني نفس الاداء اللي انت بتقدمه في اليوم الالف ليك هنا، مستحيل. حتى انت لو مين نفس بيتسو موسيماني نفسه خد وقت مع النادي الاهلي عشان يبدا يستفهم، حتى هو قالها في احد المؤتمرات الصحفيه، قال انا بدات افهم الدوري بيتلعب ازاي. فكيروش لازم يفهم ان الانتقادات، ولازم والله يا محمد الانتقادات كلها تتم ترجمتها له عشان ياثر من فهمه من الوقت لفهمه لبعض الامور الخاصه باللاعبين. طيب وانا بختم معاك كلمه اخيره، وفي الكلمه الاخيره برضو ما جاوبتليش على السؤال الاهم، التعارض ده فنيا الاهلي يحله ازاي؟ ما هو احنا ما فيش ما لهاش حل. هي ليها حل؟ ما هو الحل عند الكابتن احمد مجاهد، هو اللي قال هو ده التصريح، هو اللي يملك الحل على فكره. يا سيدي دي وجهه نظرك مش معلومه. لا دي معلومه لان القرار مش عنده، بس وجهه نظرك. احمد مجاهد النهارده منصبه ايه؟ رئيس اللجنه الثلاثيه اللي بتدير اتحاد الكوره. شكرا خلاص، الراجل طلع رئيس رئيس المنظومه اللي بتدير اللعبه اللي احنا بنحبها، طلع لنا في برنامج رسمي. انا معاك ان هو مسؤوليه ان هو صرح بشكل رسمي، لكن انا بتكلم على اللي هيتخذ القرار. ما ليش دعوه، هو عنده كواليس، ما هو قال هو عنده كواليس عنده وهو حق. ما احنا برضو ساعات احنا كاعلام الناس تسالنا عن مصادرنا، للامانه انا بجاوب الاجابه دي بقول له انا اسف مصادري بتاعتي مش هقول لك. فهو برضو ما دام هو شايف ان بعض الكواليس عنده هو مش عايز يفصح عنها، يا اوكي حقك. اتمنى الموضوع يتحل ان شاء الله باذن الله. الاسبوع الجاي ده لو ما فيش حل هتبقى المشكله صعبه جدا، والنسبه للاسف مش كبيره. كريم انا بشكرك، نورتني وشرفتني وبسعد دايما بوجودي معاك بامانه. ميرسي جدا ليك، وان شاء الله باذن الله باذن الله نبارك لبعض مساء الاربع باذن الله يا رب. ان شاء الله باذن الله. بشكر حضراتكم بالتاكيد، لكن طبعا يمكن على مدار اكتر من حوالي ساعتين ونص حاولنا قدر الامكان نعيشكم في الحدث معانا لحظه بلحظه، كواليس الفريق في صاله السفر، الطياره، الاخبار من المغرب، الاعلام المغربي بيركز ازاي وبيتكلم ازاي على هذه المباراه، الاستقبال اللي ممكن يلقاه الاهلي اليوم النهارده من جمهور في الدوحه، الاعلام في قطر بيتكلم ازاي عن المباراه، الحضور الجماهيري واستاد احمد بن علي الساعه الكامله، الحضور ان شاء الله في الثالثه شمال، كل الاخبار الخاصه بمباراه السوبر النهارده. بدانا العد التنازلي وعيشناكم في الحدث يعني لحظه بلحظه، وتتبقى في النهايه كلمه تاريخيه مهمه جدا، دايما اللي بيفوز بدوري ابطال افريقيا، هي لغه رقميه وتاريخيه، اللي بيفوز بدوري ابطال افريقيا بنسبه 80% بيفوز بالسوبر الافريقي. نتمنى يا رب زي ما حصل ده في ال 29 مواجهه السابقه 24 مباراه منهم فاز بيها الفاز بدوري ابطال افريقيا بالسوبر، نتمنى يا رب تكون المباراه رقم 25 ويكون البطل 25 من الفائزين بدوري ابطال افريقيا. بشكر حضراتكم في الختام على حسن المتابعه والمشاهده، وما تروحوش بعيد النهارده كمان في تغطيه خاصه ومستمره لوصول بعثه فريق النادي الاهلي الى الدوحه، ودايما التغطيه مستمره على شاشه قناه الاهلي عشان نعيشكم في الحدث لحظه بلحظه مع فريق الكوره اللي بالتاكيد ان شاء الله بنتمنى له التوفيق في لقاء السوبر امام الرجاء يوم الاربعاء القادم. في الختام بشكركم والى اللقاء في احداث اخرى قادمه، شكرا والى اللقاء. احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنعة انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا، الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال، كله عالسكة وشغال بالضربة القاضية هتتشال، الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنعة انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا، الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال، كله عالسكة وشغال بالضربة القاضية هتتشال، الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا.